يا مساء الخير واهلا وسهلا بكم. 24 ساعه متبقيه على النهائي المنتظر بين الاهلي والوداد في نهائي دوري الابطال، وتعالوا نعيش لحظات ما قبل المباراه. المكان استاد القاهره وتحديدا اوضه لبس النادي الاهلي. الزمان هو 4 يونيو الساعه 9 الا ربع دقائق، ويبدا اللقاء والمشهد مع مستر كولر وهو بيدي التعليمات والكلمات النهائيه لنجومنا وفريقنا اللي هيمثل النادي الاهلي بكره. فرصه لا تتكرر كثيرا، فرصه ومن اجل يعني هذا اليوم وهذه المناسبه الحقيقه تلعب كره القدم. اهم ايام الموسم، اهم واصعب لقاءاته، واهم بطولاته، بطوله دوري الابطال اللي تاتي دائما في المرتبه الاولى وفي المقدمه بالنسبه لجماهير النادي الاهلي الكبيره، اللي باذن الله هتكتب تابلو وترسم تابلو كبير بكره في استاد القاهره، استاد الرعب. اهلا وسهلا طبعا بالاشقاء المغاربه، ولكنها فرصه كمان لرد الاعتبار في بطوله خطفت من النادي الاهلي لم يتحقق فيها لا مبادئ تكافؤ الفرص ولا مبادئ العداله، والاهم هو تحقيق رقم قياسي جديد يترتب عليه المشاركه في بطوله بقت واحده من البطولات المفضله لجماهير النادي الاهلي، بطوله كاس العالم، وبالتاكيد طبعا لعب السوبر الافريقي. فرصه نتمنى ان احنا نستثمرها بافضل شكل ممكن عشان واحنا مسافرين المغرب يكون تقريبا اللقاء شبه محسوم. نتمنى التوفيق لرجالتنا بكره ان شاء الله، يسعدوا ملايين الاهلاويه اللي في انتظار التتويج بالنجم ال11 في تاريخ النادي الاهلي. والنهارده ايه؟ النهارده يوم البروفا، لحظه بلحظه تفاصيل المران الاخير، حاله لاعبتنا، وطبعا رؤيه على نقاط القوه في الفرقتين ومشوارهم في دوري الابطال وفرصهم والسيناريو الامثل من وجهه نظر كل مدير فني فاندربروك، سفين فاندربروك مدير فني لفريق الوداد، او حتى طبعا مستر كولر لنادي الاهلي اللي احنا الحقيقه بنراهن عليه وعلى ثقتنا الكبيره جدا فيه اللي كسبناها الحقيقه من على ارض الواقع ومن تطور مستوى النادي الاهلي الموسم الحالي. الاهلي هو الكبير، الاهلي هو اكتر نادي على مستوى افريقيا، ليه هيبه وكل يعمل له حساب، وباذن الله يقدر لاعبتنا يترجموا ده بكره في مباراه النهائي. والاهم واللي انا براهن عليه شخصيا هو الروح. الروح الحقيقه دايما بتميز النادي الاهلي، ولو كانت حاضره بكره وفي اعلى مستوياتها هيكون الاهلي ان شاء الله قد التحدي وقادر يقدم مباراه كبيره ويحسم مباراه الذهاب بسكور كبير. خلينا نتكلم على تفاصيل المواجهه لكن بعد الفصل. اسمحوا لي في بدايه الحلقه بس قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه اتوجه بالنيابه عن زميل عزيز اسلام الشاطر لكل من تقدم بواجب العزاء في مسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه وفي وفاه المغفور له باذن الله والد اسلام. وخليني اقول لحضراتكم انه بعد بكره ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم 5/6 هيكون يعني كل من يرغب طبعا في تقديم واجب العزاء هيكون زي ما اسلام اعلن على صفحته او على الاكونت الرسمي بتاعه انه هيكون في عزاء مقام في مسجد الحامديه الشاذليه في المهندسين من بعد صلاه المغرب. مرة تانية طبعا خالص تعازينا لإسلام وللأسرة الكريمة في وفاة المغفور له وبإذن الله والده، ورب ربنا يعني يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. طيب خلينا نروح لتفاصيل المباراة وأخبار النهاردة. النهاردة طبعا البروفا الأخيرة، اللمسات الأخيرة اللي بيحطها مستر مارسيل كولر على شكل الفرقة قبل مواجهة الوداد بكرة إن شاء الله في على ملعب استاد القاهرة، المباراة اللي هتقام الساعة 9 مساء النهارده زي ما لوائح الاتحاد الافريقي بتسمح، هيسمح لوسائل الاعلام انها تحضر ال 15 دقيقه الاولى من احداث بيران الفريق، وده طبعا وفقا للقواعد اللي بتنظم بطوله دوري ابطال افريقيا. مستر مارسيل كولر هيحط الرتوش الاخيره طبعا، يمكن دي لقطات من ملعب استاد القاهره اللي بيتم تجهيزه. الحقيقه يمكن نشكر كل المسؤولين الحقيقه بيقوموا مجهودات كبيره، واتحاد الكوره حتى كان مفترض انه في قبل مواجهه الاهلي وداد مباراه تقام على ملعب استاد القاهره لكن اتحولت لملعب السلام او استاد السلام عشان يظهر استاد القاهره دره المنشات الرياضيه في مصر وفي افريقيا في افضل صوره ممكنه. المدرجات الفاضيه دي هتزينها ان شاء الله جماهير النادي الاهلي وهتكتسي باللون الاحمر وهتكون باذن الله باذن الله كما عهدناها دائما واحده من اهم اسباب الفوز والتتويج ببطوله افريقيا للمره ال 11 في تاريخنا. وبالاضافه لانها مباراه مهمه جدا ومباراه متشافه جدا جدا على مستوى مش هقول افريقيا بس والوطن العربي، هقول على مستوى العالم كله، تشامبيونز ليج افريقيا
واحدة من أهم البطولات اللي كل وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم بتكون حريصة على متابعتها. فالمشهد بكرة إن شاء الله بإذن الله هو تحت أنظار العالم، ومسؤولية الجماهير اللي في استاد اللي رايحة واللي كان من حسن حظها إنها تمكنت من الحصول على تذكرة لحضور المباراة عليها دور كبير جدا، ورسالة نيابة عن الملايين التي لم تتمكن من الحضور. أنتوا بكرة مسؤولين عن أو جزء بتمثلوا جزء كبير جدا من مسؤولية عودة الجماهير للمدرجات في كل المباريات، مش بس في المباريات المهمة أو مش بس في مباريات دوري الأبطال. فنتمنى إن شاء الله أنكم واثقين بإذن الله أنكم هتكونوا قد المسؤولية وهتقدموا لنا بكرة تابلو رائع في تشجيع ومساندة ومؤازرة النادي الأهلي في الملعب. النهاردة في اجتماع بعد التمرين مع مستر كولر عشان يتكلم معاهم على أهمية لقاء النهاردة، وإنه مفتاح التتويج بالبطولة يبدأ من 90 دقيقة الأولى في القاهرة. فرصتنا بإذن الله أكبر، فرقتنا الحمد لله واثقين فيها أنها وصل مستوى متميز جدا، بس إياك ثم إياك ثم إياك أن تستهين بالوداد المغربي. فريق محترم حتى وإن كان مش في أفضل حالاته، وحتى لو كان مشواره في البطولة أهله للمباراة النهائية بشق الأنفس زي ما احنا بنقول بشق الأنفس، فلازم تعرف دايما أن الوداد فريق عنده شخصية البطل، وواحد من أكتر الفرق اللي لازم تعمل لها حساب على مستوى القارة. وبالتالي بالتأكيد الوداد لن يأتي كفريسة سهلة، يعني ما تتوقعش المباراة سهلة. رهاننا مرة تانية بكرر رهاني طبعا الحالة الفنية والبدنية والتكتيكية وتعليمات مستر كولر واختياره للتشكيل، ده شأن مستر مارسيل كولر، هو يختار الأفضل، وبالتأكيد طبعا هو هيختار أفضل طريقة أو أفضل عناصر ممكنة بناء على حاجتين: واحد دراسته للفريق المغربي اللي بالتأكيد حفظه وعرف أهم مواطن القوة وأهم مواطن الضعف فيه، اتنين حالة فرقته اللي هو بيتابعها وبيشوفها وبيقيمها يوم بعد يوم. لكن الرهان في النهاية بالنسبة لنا وبالنسبة للجماهير دي الحاجة الوحيدة اللي احنا نراهن عليها، روحنا، روح الفانيلا الحمراء، روح الحالة المعنوية للعيبة، وإزاي هنبدأ اللقاء. شراسة مباراة النهائي دي مش بطولة دوري ومش بطولة في دور المجموعات وما فيهاش فرصة للتعويض، على ملعبك وسط جمهورك تقدر تخلص بإذن الله بكرة وتوصل لنتيجة تريحك وانت رايح المغرب، بحيث ان ما يبقاش عليك ضغط من اي نوع، لا ضغط نفسي ولا ضغط عصبي ولا ضغط بدني، ويبقى الضغوط كلها متصدرة لفريق الوداد المنافس الشقيق. بالمناسبة طبعا في النهاية دي منافسة في الرياضة، ونتمنى ان شاء الله بإذن الله انه يفوز فيها الافضل، الاهلي طبعا ان شاء الله. خليني اقول لحضراتكم النهارده كمان هيكون في الاجتماع الفني لماتش الاهلي والوداد في ماتش الذهاب يعني، وده الاجتماع اللي بيتم فيه الاتفاق على كل الامور الفنيه، كل التفاصيل الخاصه بالمباراه، ومفترض ان شاء الله هيحضر الاجتماع ده كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره والطاقم الاداري، وطبعا في حضور ممثلي الاتحاد الافريقي الجهه المنظمه للمباراه، حكم ومراقب المباراه، وايضا مندوبين عن نادي الوداد. ماتش النهائي زي ما كنا اعلنا قبل كده مسؤوليه التحكيم فيه اسندها الاتحاد الافريقي للحكم الليبي معتز ابراهيم وحكم ساحه. هيثم قيرات الحكم التونسي هيكون حكم للفار، وهيكون مساعده الحكم الجزائري مصطفى غربال مساعدا لحكم الفار، مساعدا لهيثم قيرات. طبعا معتز ابراهيم واحد من الحكام اللي يمكن ما تقدرش تقول عليه من الاسماء الكبيره في البطولات الافريقيه يعني، ولكنه حكم يعني جيد، يعني هو حكم لنا. انا شفته الحقيقه الفرصه يعني الوحيده اللي اتيحت لي لتقييمه او لمتابعته كانت مباراه الاهلي والرجاء المغربي في دور الثمانيه، مباراه العوده هناك في المغرب في كازابلانكا في الدار البيضاء، والحقيقه يعني حكم من الحكام اللي ما تقلقش منهم. صحيح كان في بعض الاخطاء اللي اتوقع او اتمنى انها تكون ما كانتش متعمده وان كانت مؤثره يعني على سير احداث اللقاء، لكن نتمنى له التوفيق بكره هو وكل طاقم التحكيم، وخصوصا انه التونسي هيثم قيرات ومصطفى غربال على الفار. اعتقد ان شاء الله باذن الله تحكيميا تبقى مباراه ما فيهاش مشاكل وما يكونش للتحكيم دور في التاثير على النتيجه باي شكل من الاشكال. النهارده كمان هيكون في مؤتمر صحفي للنادي الاهلي الساعه 7:30، وبعديه بساعه الساعه 8:30 هيكون مؤتمر صحفي للوداد. طبعا هيغيب عن فريق الوداد واحد من نجوم الفريق الحقيقه وعمدته الاساسيه عبد الله حيمود، نجم فريق الوداد ونجم خط نصه، لانه طبعا يعني هو اشتكى الحقيقه وتعرض لوعكه صحيه، واضطر المسؤولين في بعثه الوداد
ان هم ينقلوه لاحد مستشفيات القاهره عشان يجري عمليه الزايده الدوديه، وده اللي اكده موقع بالمناسبه لتراسونس سواسون سبور المغربي، قال ان عبد الله هيموت حس يعني بالام نتيجه التهابات في الزايده الدوديه، وتم نقله في الساعات الاولى من صباح اليوم السبت الواحد من مستشفيات القاهره، وبالتاكيد طبعا تاكد غيابه عن مباراه الاهلي. الف سلامه ونتمنى له طبعا سرعه الشفاء. طيب خلينا نروح لملف التحكيم في مصر شويه. النهارده كان في بيان اصدره اتحاد الكره، البيان ده صدر على الصفحات الرسميه او الحسابات الرسميه لاتحاد الكره على مواقع التواصل الاجتماعي، واتنشر حتى على الفيسبوك. كتبوا فيه انه كان في اجتماع عقده مجلس اداره الاتحاد مع فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام، ويمكن خليني اقرا لحضراتكم نص البيان. البيان بيقول انه في اطار حرص مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم على متابعه خطه النهوض بمستوى الحكام وتطوير ادائهم، عقد المجلس اجتماعا مع فيتور بيريرا رئيس لجنه الحكام الرئيسيه، استعرض خلاله رئيس اللجنه تقريره المفصل عن اداء اللجنه طوال الفترة الماضية، وأوضح أنه بصدد عمل معسكر أثناء فترة التوقف لتأهيل الحكام للجولات الفاصلة في مسابقة الدوري المصري. كما عرض بيريرا أيضا خلال اجتماع رؤيته الشاملة للموسم المقبل، واللي هيعتمد فيها على تقييم الحكام طبقا لأدائهم طوال الموسم الحالي وتصنيفهم لثلاث مستويات فنية أو أكثر. يتم على أساس هذا التصنيف إسناد المباريات للحكام، وكما وضع فيتور بيريرا لائحة جديدة للحكام تعتمد على مبدأ الثواب والعقاب يتم تطبيقها بداية من الموسم الجديد. وطبعا يعني التحكيم يحتاج مننا حلقات وحلقات، وخصوصا انه في تاني تجربة أجنبية لرئاسة لجنة الحكام حقيقة لم يأتي او لم يظهر جديد. وخلينا نقول انه المشكلات اللي حصلت في وجود كلاتنبرج ومن قبله عصام عبد الفتاح ومن قبله وهو جه احمد وفي وجود بيريرا ما زالت هي نفس المشكلات، للدرجه اللي تخليك تتساءل هل انت محتاج مش بس لفكره الخبره الاجنبيه او لفكره انه يكون في خبير اجنبي يتولى المسؤوليه، لكن انت في احتياج الحقيقه لاعاده صياغه المنظومه ككل. واعتقد ده اللي ممكن يكون بيفكر فيه بيريرا كنوع من انواع اعاده تنظيم البيت من الداخل، وضع نظام عمل جديد من الممكن انك تراهن انه يؤتي ثماره بدايه من الموسم القادم. من شويه كنت بقول لكم انه الوداد مش جاي القاهره في نزهه، وانه زي ما انت عندك الدوافع لتقديم عرض كبير وحسم مواجهه المباراتين القاهره وكازابلانكا من 90 دقيقه اللي هيتلعبوا بكره، الوداد عنده نفس الدوافع وعنده الرغبه في انه يحقق نتيجه ايجابيه تريحه في مباراة العودة في كازابلانكا وتصدر حالة الضغط والتوتر للنادي الأهلي. وخد بالك أنه على مدار مشوار الوداد في البطولة دي تحديدا أو في النسخة دي تحديدا، احنا واجهنا الوداد ثلاث مرات في آخر أربع مواسم. واجهنا الوداد في الدور القبل النهائي في البطولة التاسعة اللي فاز فيها الأهلي في النهائي على حساب الزمالك، كانت مواجهة مصرية مغربية، كان الأهلي في مواجهة الوداد والزمالك في مواجهة الرجاء، ولعبنا الوداد على ارضه واحد، مباراه الذهاب كانت في المغرب في الدار البيضاء، لعبنا الوداد على ارضه وفي ملعبه وقدرنا ان احنا نفوز عليه هناك، ورجعنا اكدنا على الفوز وعرض كبير جدا، وكانت نتيجه كبيره جدا، واحده من اكبر نتائج اللي حققها الاهلي ان لم تكن الاكبر على الاطلاق الاهلي في مواجهه الوداد في بطولات افريقيا. ثم كانت المواجهه الثانيه في الموسم الاخير في نهائي دوري الابطال، وحضراتكم يعني ما فيش داعي ان احنا نعيد التاريخ مره ثانيه، عارفين كل التفاصيل وعارفين ازاي اتلعبت المباراه النهائيه دي في ظروف يعني لا فيها عدل ولا فيها انصاف ولا فيها تكافؤ فرص باي شكل من الاشكال، وفاز الوداد بلقب كان الاقرب لي والاحق بي والاقدر بي النادي الاهلي. نسخه الوداد السنه دي مش افضل نسخه على الاطلاق، يعني لما تقارنها بالنسختين دول حتى النسخه اللي احنا فزنا فيها ذهابا وايابا يمكن كانت فرصه يعني كبيره جدا لمستر بيتسو موسيماني في الوقت ده اللي كان بيتولى مسؤوليه النادي الاهلي انه يقدم نتيجه عريضه قدام الوداد ذهابا وايابا، لكن بشوف انه مباراه الذهاب هي اللي حسمت المواجهه، انت فزت على الوداد بالنتيجه الكبيره دي لانك قدرت انك انت تكسبه على ارضه. الوداد السنه دي بيعاني بشكل كبير جدا، او نتائجه بتعكس معاناه في دوري الابطال، ما هياش نفس النتائج اللي حققها في المرتين، سواء المره اللي وصل فيها معانا للنهائي او المره اللي واجهناه في الدور قبل النهائي. نمرة اتنين، واحدة من المعلومات أو من الملاحظات اللي أنا استشفتها من الماتشات أو نتائج الوداد اللي لعبها، الماتشات اللي لعبها في دوري الأبطال، إنه الفريق بيأدي في أوقات كتير جدا خارج أرضه أفضل من داخل أرضه.
وارجع لمباراه سان داونز، اذا كانت اقوى مواجهه او اقوى فريق واجهه الوداد السنه دي في بطوله دوري الابطال كان سان داونز، تعال نشوف الوداد اتعامل ازاي مع المباراتين. الوداد اتعادل على ارضه بنتيجه 0-0. خدوا بالكم انتوا بتتكلموا واحد توقع فوز الوداد على سان داونز وتاهله لمواجهه الاهلي في النهائي امتى؟ مش قبل مباراه كازابلانكا، بعد مباراه كازابلانكا. يعني كل الناس كانت بتراهن انه طرف النهائي حسم وانه سان داونز اكيد في المباراه النهائيه نتيجه التعادل 0-0 مع فريق الوداد. انا كنت شايف انه الوداد فرصه اكبر في التفوق على سان داونز حتى لو لم يفز في مباراه جنوب افريقيا، وقد كان المباراه اللي قدمها الوداد خارج ملعبه في مواجهه واحد من اقوى فرق القاره بتعكس انه الفريق عنده شخصيه كبيره جدا، وبتعكس انه فريق قادر على انه يتحدى قبل ما يتحدى ظروفه يتحدى المنافسين، لانه ظروفه كانت صعبه والكل توقع الحاله المعنويه لفريق رايح يلعب في جنوب افريقيا مع واحد من اقوى فرق القاره، وكل الناس وكل الاراء والمحللين بترى انه فرصه تكاد تكون معدومه ويقدر يتخطى التحدي ده، لا ده فريق عنده شخصيه كبيره جدا وعنده مدير فني لابد انك انت حتى وان كانت المده اللي تولى فيها المسؤوليه قصيره جدا ولا تكفي الحكم عليه، لان لكنه بالتاكيد صاحب بصمه. ويمكن سفين فاندر بروك المدرب الفني المدير الفني للوداد في الظروف الحاليه موقفه يشبه لحد كبير موقف بيتسو موسيماني لما تولى المسؤوليه في الادوار النهائيه لدوري الابطال بعد مرحله ريني فايلر. احنا كنا قلقانين جدا من توقيت رحيل ريني فايلر وانت واصل لنهائي دوري الابطال في فرق وسط المربع الذهبي كلها لازم تعمل لها حساب، زمالك رجاء في ناحيه ووداد في ناحيه ثانيه. فكون الراجل يجي يتورى المسؤوليه في التوقيت ده كلنا خلينا نتفق ما كناش نعرف بيتسو موسيماني، ما كناش نعرف امكانيات بيتسو موسيماني ومستوى الثقه اللي نهى بيه مشواره بيتسو موسيماني مع الاهلي عند الجماهير، يعني ثقه الجماهير فيه ما كانش موجود وانت رايح تلعب مع الوداد في بدايه تولي المسؤوليه، ما كانش موجود، كنتش تعرف الراجل، ما كانش عندك فكره عن امكانياته وقدرته على قياده النادي الاهلي في التوقيت ده وفي الظروف دي وفي بطوله هي الاصعب على مستوى القاره. فسفين فاندر بروك ظروفه تقريبا مشابهه وقدر ان هو يتخطى سان داونز، وبالتالي هو بالتاكيد لن يكون خصم سهل على الاطلاق. مباراه بكره يا جماعه احساسي ان احنا ان شاء الله هنكسب ان شاء الله باذن الله، لكن الاحساس وحده لا يكفي طبعا. النهارده كل الناس بتسال احنا هنعمل ايه بكره، احنا هنكسب كام بكره. ان شاء الله يعني نتمنى ان الاهلي يحقق فوز كبير وعريض على الوداد يريحنا قبل مباراه العوده ويحسم المواجهه. لو عملنا بكره سكور كبير وفزنا بنتيجه على الاقل فارق هدفين، واتمنى ان هم يكونوا 2-0 مش 3-1 ولا 4-2، يكونوا 2-0 اعتقد انه، واتمنى ان هم يكونوا اكتر، فتوقعاتي باذن الله ان هم اكتر ان شاء الله. لو الاهلي ظهر بكره في حالته الاهلي قادر يعمل جيم كبير وفوز عريض. الاهم انك انت تكون في حالتك والاهم تكون في يومك والاهم انك انت تسجل هدف مبكر، بيفرق معانا قوي مع فرق شمال افريقيا فكره انك انت تحط هدف بدري بيريحك وبيخلصك من الضغوط العصبيه وبيخليك تلعب كورتك بدون توتر. هل يفعلها نجوم النادي الاهلي؟ ما عنديش شك ان هم قادرين على فعلها، لكن السيناريو ليس بالسهوله اللي احنا متخيلينها. رضا الجعدي لاعب نادي الوداد المغربي النهارده في واحده من تصريحاته قال انه مواجهه الاهلي هتكون بالتاكيد مواجهه قويه، وزي ما الاهلي عنده اهدافه وعنده دوافعه احنا كمان عندنا هدف ان احنا نرجع للدار البيضاء بوضعيه مريحه تساعدنا وتسهل لنا في مباراه العودة. موقع البطولة المغربي النهاردة نشر تصريحاته وقال إنها مباراة نهائي دوري أبطال من جولتين وهتكون مواجهة كبيرة، وإن هم بيحضروا المواجهة دي بشكل أكتر من جيد مع كل طبعا عناصر الفريق. قال إنه الجميع يعلم إن المباراة أو المواجهة دي هتكون من مباراتين، مباراة ذهاب ومباراة إياب، لكن إحنا ما بنفكرش حاليا غير في المواجهة اللي هتقابلنا في الأول هنقابل فيها الأهلي في القاهرة، لأنه البداية الجيدة هتأكد بشكل كبير جدا على نجاحنا في المهمة. وقال إن كل نجوم الوداد متفقين ومتعاهدين على إن هم يبذلوا أقصى جهد للعودة للدار البيضاء بوضعية مريحة على حد تعبير. عشان كده بقول لكم ما تستهينش أبدا، هي مباراة صعبة بكل المقاييس. علق على الجو، طبعا إحنا اليومين دول في موجة يعني حرة، لكن أعتقد إنه توقيت المباراة هتتلعب الساعة 9 إلى حد كبير جدا مش هيكون في إحساس بحرارة الجو،
هو قال انه تعودنا نلعب في الاجواء دي في المغرب، وبيلعبوا هم طبعا عندهم ماتشات كثيره جدا بتتلعب الصبح على عكسنا هنا، اغلب ماتشاتنا بتتلعب بالليل، فهم الى حد ما معتادين ان هم يلعبوا في الاجواء الحر. وختم تصريحاته وقال انه بالتاكيد مواجهه الاهلي والوداد هي مواجهه كبيره، وانه الاهلي هيحرص هو كمان على انه يبذل اقصى جهده عشان يخلي جماهيره اللي هتملى الاستاد تكون فخوره بيه. الاستاد جاهز، ويمكن عرضنا لقطات لحضراتكم، الاستاد فيه ابهى صور. والحقيقه انا عايز اتوجه بالشكر يعني لكل القائمين على استاد القاهره، لان هم قاموا طبعا مش بس الماتش النهارده، لكن في الفتره الاخيره يمكن حتى الحضور في اوقات كثيره بعض الماتشات، يعني كان في بعض الشكاوى من، انتوا عارفين طبعا انه في قائمه بالتعديلات الخاصه خصوصا بالمكان المخصص للاعلام وسائل الاعلام والصحفيين مطلوبه، في بعض التعديلات كده عشان يبقى الاستاد القاهره مطابق المواصفات، لكن الحقيقه انه المسؤولين بيسمعوا، ودي حاجه مهمه جدا، يسمعوا لشكاوى الناس او مقترحاتهم، وقاموا بوضع لمسات مهمه جدا. اعتقد انه اللي هيحضر مباراه بكره هيشوف بنفسه او هيتابع بنفسه عمليات التطوير. طيب ده منظر استاد القاهره اللي ان شاء الله باذن الله كمان 24 ساعه او كمان 26 ساعه بالظبط ان شاء الله باذن الله هتبقى عيون الاهلاويه، عيون المصريين كلهم. بكره الاهلي يعني مصر، بكره الاهلي بيمثل الرياضه المصريه وبيرفع علم مصر، وان شاء الله باذن الله ينجح في مهمته. بكره عيون المصريين كلهم على الاستاد الساعه 9 مساء ميعاد بدايه اللقاء. خليني اقول لكم كمان ان احنا النهارده في السادسه معانا مجموعه من اللقاءات مع عدد من نجوم النادي الاهلي، احمد قندوسي، قفشه، مروان عطيه. خلينا نشوف قالوا ايه وشايفين اللقاء بتاع بكره ازاي ورسالتهم لجماهير النادي الاهلي، ونرجع ليكم مره ثانيه في السادسه. الحمد لله، يعني مباراتنا احنا وين قدرنا يعني نحققوا الفوز في النصف النهائي، وان شاء الله احنا مركزين عشان ذي البطوله احنا تعبنا عليها، وما يخفى لكش انه احنا يعني كنا على بعد خطوه من الخروج من البطوله، وان شاء الله احنا مركزين 100% عشان ناخذ بطوله. اكيد يعني ما يخافش انه الجماهير هما يعني نصف الفوز تاعنا، يعني هما اللي حفزونا، وكل ما نشوفوا يعني الملعب فيه سعه اكثر يعني يعطيك حافز اكثر عشان تحس نفسك انك في بلدك وامام جمهور تاعك في ملعبك، عشان كده تلعب على الفوز بس، ما تلعبش على حاجه ثانيه. واحنا ان شاء الله نطالب من الجمهور يعني يكون معنا طوال 90 دقيقة، وان شاء الله ما نخيبوش امر ان شاء الله. لا ما فيش ولا ايجاد، ما في ولا سبة، ما كان حتى سبة اللي تخلينا نقول ايجاد، عشان احنا محضرين في احسن الظروف، واللعيبة كلها الحمد لله ما فيش اصابات، وان شاء الله نكونوا قد المسؤولية ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكون مدينا حظ ان شاء الله في النهائي، ونقدر نحقق البطوله ال 11 ان شاء الله. لا، عامل الجمهور مهم طبعا، احنا قلنا قبل كده ان الكوره من غير جماهير مش احسن حاجه، لكن احنا ان شاء الله مستنيين الجمهور كله يبقى في الاستاد القاهره، ماتش كبير ان شاء الله، وربنا يكرمنا وان شاء الله نحقق ال 11 ونتعب ونعمل اللي علينا، والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ان شاء الله. الحضور الجماهيري هو رقم واحد في الماتش، هو اللي السند لينا، هو الدعم لينا في المباراه ان شاء الله، وهم كل ماتش بيجوا بيبينوا للناس وللبلد كلها ان هم حاجه كبيره، والجماهير حاجه كويسه في الملاعب وحاجه تشرف مصر، وان شاء الله نقدر نفرحهم ونروحهم مبسوطين ان شاء الله باذن الله. احنا بنستعد زي ما قلت قبل كده، احنا بنستعد زي كل ماتش، بس ده نهائي افريقيا مختلف شويه، الاستعداد بيبقى بدري شويه، بتحضر ذهنك من بدري شويه، بتركز اكتر، لو بتركز 100% لا بتركز 1000000%، وان شاء الله يعني باذن الله ربنا يكرمنا ونعمل ماتش كبير باذن الله. نقاط القوه، لا هي نقاط القوه اللي احنا نركز نلعب لعبنا، نلعب ادائنا، ما نهيبش الموضوع، ده نهائي افريقيا، استمتع في الملعب، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين على كده باذن الله. بقول لهم ان شاء الله نقدر نفرحكم، بس انتوا ادعمونا بشكل قوي في الملعب وبره الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرحكم باذن الله. من اجل تلك المناسبات تلعب كره القدم، زي ما اللعيبه بكره امام فرصه تاريخيه لكتابه مجد جديد واضافه بطوله كبيره لتاريخ النادي الاهلي، انا متاكد انه من اللحظه دي ويمكن من قبل كده بشويه جماهير النادي الاهلي كلها في حاله تشوق لبدايه المباراه، والاهم ان شاء الله تتويج باللقب، لانه بالنسبه لنا كاهلاويه ما بيفرقش معانا غير تحقيق الالقاب، وباذن الله قادرين. مواجهه ليست سهله، مواجهه بالتاكيد صعبه بين اثنين من كبار الانديه الافريقيه، وخصوصا في السنوات الاخيره الوداد والاهلي دايما في الخطوات او المراحل الاخيره من عمر المنافسه على البطوله،
كلاكات تاني مرة، تقدر تقول فرصة كمان لرد الاعتبار. إزاي هيكون سيناريو المباراة؟ نقاط القوة والضعف هنحلل النهاردة، هنتكلم كرة أكتر عن توقعاتنا لسيناريو مباراة بكرة بإذن الله. خلونا نرحب بضيوفنا في السادسة، بلال محسن وأحمد مصطفى الثنائي المتألق دائما. مساء الخير. مساء النور طبعا استاذ احمد، واهلا بحضرتك واهلا بكل الساده المشاهدين، ويا رب ان شاء الله تبقى خطوه خير ان شاء الله بكره باذن الله، نقدر من خلالها ان احنا نحسم الامور مبكرا في مباراه الذهاب، وما نحتاجش ان احنا تبقى مباراه الاياب يعني الموضوع فيها على قد المباراه بس يعني ان شاء الله. هناخد منكم كود بتاع الفوز المريح بكره ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. مساء الخير يا احمد. مساء النور يا احمد، ودايما بنبقى مبسوطين احنا معاك، وطبعا مساء النور على جميع المشاهدين، وال دايما بنستمتع يعني واحنا موجودين معاكم وهم بيتفرجوا علينا. بذكريات اخر لقاء بين الاهلي والوداد في استاد القاهره، نستعد للقاء بكره. يعني احنا اتحرمنا من مباراه القاهره السنه اللي فاتت بالظبط، واعتقد انها ممكن وبالتاكيد كانت هتكون فارقه في نتيجه او في مسار اللقب، لكن في جميع الاحوال نتوقع ان شاء الله الاهلي بكره يقدم عرض كبير. خلينا نبدا بمباراه بكره. بدايه شايفين مرحله ما قبل المباراه، ناخد تقييم سريع كده سواء للاهلي او الوداد في المرحلة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة قبل الوصول لمباراة الذهاب اللي هتنطلق بكرة إن شاء الله. بلال، يعني يمكن في البداية عايزين نقول إن الفرقتين حظوظهم متساوية تماما في اعتبارات كل مدير فني، يعني كل مدير فني عارف إن هو نسبة فوزه بالبطولة 50 ونسبة فوز المدير الفني الثاني أيضا 50%. فالمباراة على أرض الملعب هتقام بين ناديين كبار، ناديين قدروا يتخطوا كل الأدوار في البطولة لحد ما وصلوا للدور النهائي، وهو الدور الحاسم البطولة أو المباراة الحاسمة. كل مدرب وكل فريق هيحاول يستغل المباراة اللي هتلعب على أرضه. في ناس بتشوف إن اللقاء الأول لما يكون على أرضك دي حاجة مش كويسة، والأحسن إن يكون لقاء الحسم في على ملعبك. وفي ناس تانية بتشوف إن ميزة للفريق اللي بيلعب المباراة الأولى على أرضه إنه يحسم الأمور مبكرا بالفوز، ويعني يعمل نتيجة مطمئنة إلى حد ما تخليه ما يحتاجش قوي لمباراة العودة. ده السيناريو الأقرب لمارسيل كولر. أنت عديت بالسيناريوهين، عديت في السيناريو ده مع الرجاء، وعديت بالسيناريو ده مع الترجي، وفي الحالتين قدرت أنك أنت تعمل نتيجة إيجابية. بالظبط، يعني السيناريو ده او السيناريو ده خدموا النادي الاهلي بالظبط، سواء في الرجاء او في الترجي. احنا مرينا بالسيناريوهين خلال الادوار السابقه من البطوله، وده يخدم النادي الاهلي قوي، خاصه سيناريو لقاء الرجاء لانه هو تقريبا مشابه لكل شيء. يعني حتى على ارض الملعب الرجاء والوداد لما تقابلوا في اخر مباراه اتعادلوا 2-2، وكانت المباراه بين الفريقين متكافئه جدا. فانت قابلت المنافس او الخصم التقليدي للوداد وقدرت تتعامل معاه جيدا جدا، سواء في لقاء القاهره والتغلب بنتيجة 2-0 أو في لقاء العودة والتأمين الدفاعي والشكل المنظم اللي كان عليه النادي الأهلي، وقدر يخرج من المباراة بتعادل سلبي، وهي النتيجة اللي خدمت النادي الأهلي وصعدته. فالنادي الأهلي أنا أعتقد أن في دراسته وتحضيره للمباراة هيستعين جدا 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 بسيناريو لقاء الرجاء في الذهاب، وهيحاول يطبقه أو يطبق على قد ما يقدر منه في لقاء الوداد هنا. أما نخش في الشغل الفني هنتكلم ليه سيناريو المباراة غدا هيبقى مطابق لسيناريو لقاء الرجاء. قبل ما نروح لفترة الاستعداد، أنا يهمني جدا فترة استعداد الفرقتين، لأنه بالتأكيد ليها تأثير، وممكن من خلالها تقرأ فاندربروك بيفكر إزاي، مستر كولر بيفكر إزاي بلقاء بكرة. عايز أسألك على تأهل. يمكن الأهلي فاز أو يعني خد بطاقة التأهل المباراة النهائية بأريحية كبيرة، وخليني أقول بمنتهى السهوله، فوز عريض في تونس على الترجي، ثم كانت نتيجه متوقعه طبعا انك انت بالتاكيد تاكد فوزك وجدارتك هنا في القاهره، فالنتيجه كانت تقريبا شبه محسومه. القصه هناك مختلفه تماما، القصه هناك انه الوداد بيبدا على ارضه فبيتعادل 0-0، فكل الاراء وكل الخبراء وكل المحللين والسان داونز كان بيلعب ناقص كمان وسان داونز كان بيلعب ناقص، وكل الخبراء قال لك المواجهه حسمت قبل ما نروح لجنوب افريقيا، ويبدو انه حتى لعيبه سان داونز والجهاز الفني لسان داونز كانوا يعني شايفين ان هم كمان النتيجه حسمت وان هم وصلوا النهائي. فبالتالي راح الوداد هناك قدر يتفوق على واحد من افضل فرق القاره ويحقق نتيجه ايجابيه تؤهله للنهائي. هل شايف انه الدفعه المعنويه دي، جرعه الثقه اللي خدها الوداد من تفوقه على سان داونز، هيكون ليها تاثير وهو بيلعب مع الاهلي في مباراه النهائي؟ طبعا هو هيكون ليها تاثير، بس طبعا مع قدام النادي الاهلي لازم تبقى الموضوع مختلف، لان النادي الاهلي طبعا فريق كبير، وفريق النادي الوداد المغربي عامل له الف حساب. لكن الدفعه ديت بتوصلنا لحاجه مهمه جدا، او العوده اللي هم عملوها في ملعب جنوب افريقيا في سان داونز وصلنا ان شخصيه البطل موجوده عند الوداد المغربي، ودي تقريبا اتكلمنا فيها في بدايه دور المجموعات، اتكلمنا ان حتى الوداد بيمر وهو في المستوى اللي في بدايه الدور كان سيء جدا، ما كانش بالمستوى الكبير اللي قدمه في مباراه العوده امام سان داونز، لكن شخصيه البطل
تبقى دايما واثق فيها. وهم هنا هو والنادي الاهلي عندهم الحته دي مع بعض، اعتقد ان هم شخصيه البطل موجوده في الفرقتين. لكن الوداد المغربي انا بشوف ان بالرغم الدفعه الكبيره جدا اللي ما كانتش متوقعه تماما لاي كان حد بيتفرج على مباراه الذهاب، صن داونز بيلعب ناقص تماما، وكمان كان متفوق يعني كان بيلعب على بره ملعبه وكان متفوق على فريق الوداد المغربي، فكله كان متوقع ان مباراه العوده طبعا تبقى محسوبه لفريق صن داونز. الوداد المغربي فاجئنا مش عشان كمان هو تعادل واخد بطاقه التاهل، لا عشان الوداد المغربي كان عنده حاجه مهمه جدا عملها، قدر يرجع يعني في عز ما صن داونز كان متفوق قدر يرجع على الوداد المغربي مره واثنين. دي اللقطات الجايه لنا التمرين هوا دلوقتي تمرين النادي الاهلي على ارضيه ملعب استاد القاهره. محمد هاني، محمد هاني طبعا، وكان في الكادر اللي قبل ده كان حمدي فتحي، ودي اخبار ساره طبعا لجمهور النادي الاهلي انه يا رب ان شاء الله يلحق ويتمكن من اللقاء من قد اللقاء. فبتكلم ان الوداد المغربي انا بشوف ان هو طبعا النادي الاهلي بالنسبه له طبعا مش عايز اقول ان هو اقوى فريق في داخل قاره افريقيا، فاعتقد عامل له 1000 حساب خاصه بيجي يلعب قدام جمهوره والساعه الكامله دي حاجه مهمه جدا للنادي الاهلي طبعا. وبشوف ان الوداد المغربي اعتقد هيلاعب النادي الاهلي بنفس الطريقه اللي لعب بيها صن داونز في مباراه العوده. صحيح. انا بس عايز يعني انا فخور قوي باستاد القاهره، يعني بشوف الاستاد الحقيقه وفي في حاله ايوه بالظبط، الحاله دي اعصاب ريلاكس في بالظبط مهمه جدا، في ثقه ان شاء الله باذن الله يعني تنعكس ونشوفها بكره في الملعب. بس خليني اقول لاستاد القاهره يعني ان كان ليا ان انا ابدي راي، استاد القاهره حاجه الوحيده اللي تنقصه عشان يكون استاد عالمي واحد من اهم الاستادات في العالم كله هي منظومه اضاءه حديثه، يعني لو فكرنا ان احنا نستثمر في الاستاد ده او نطور في الاستاد ده بالتالي اول حاجه او الملف اللي يكون ليه الاولويه هي منظومه الاضاءه الحديثه اللي بقينا بنشوفها تقريبا في كل ملاعب اوروبا اللي ما بقتش بتعتمد بشكل اساسي على فكره الابراج. اعتقد ان الصوره كمان كواليتي الصوره صح. وجمال الاستاد هيبان بشكل مختلف تماما، فاتمنى ان شاء الله. تعليقا على النقطه دي، يمكن الموضوع ده بيظهر جامد جدا في الدقيقه 74 دايما لما بيضيء الجمهور، لما بيكون الساعه الكامله للاستاد وبيضيء الجمهور الفلاش بتاع الموبايل بتبان الاضاءه بصوره ثانيه خالص، فدي دي فعلا ملاحظه صحيح. مهمه نتمنى ان هي ان هم ياخدوها في الاعتبار يعني. صحيح. طيب مشوار الوداد الى حد ما يبين انه كان في حاله تعثر، يعني فوزه على سيمبا انا بتكلم بدايه من الادوار الاقصائيه، وحتى نتائجه في دور مجموعات هنستعرضها معاكم، بس انا خليني اتكلم على الادوار الاقصائيه لانها دايما ما بيبقاش فيها فرصه للتعويض، فالفريق بيلعب بكل تقل. انت في دور المجموعات ممكن شويه تبقى عارف انك انت قادر تحسم لقاءات، بعد كده في لقاءات هتبقى في ارضك، فاللقاءات اللي بره يعني حتى منتلي ذهنيا او عقليا في الباك مايند عند اللعيبه بيبقى التفكير كده، لكن في الادوار الاقصائيه انت عارف لو خسرت باي باي بالظبط، فمفترض ان كل فرقه بتنزل بتقولها. مشوار الوداد في الادوار الاقصائيه مع سيمبا وسان داونز تقدر تقول ولاده متعثر، يعني ما فيش نقاش. مشوار الاهلي في الادوار الاقصائيه يعبر عن واحد من افضل فرق القاره ويفوز باريحيه على اثنين من اكبر فرق رجاء وترجي، هل ده برضو ممكن يكون ليه تاثير معنويا على الاقل يا بلال قبل ماتش بكره؟ يعني خلينا نقول ان مشوار الاهلي ومشوار الوداد كان مختلف شويه، يعني الاهلي بدا بصوره ما كانتش احسن حاجه في دور المجموعات وصعد في المباراه الاخيره امام الهلال عكس الوداد اللي كان ضامن الصعود. في المباراتين الاقصائيتين كان الوداد كان بيعاني شويه، حتى هو ده كان سبب رئيسي في اقاله جريدو او رحيل جريدو، وهو كان بيلعب لعب يعني اللعب الرتيب العادي جدا، كان بيخاف زياده عن اللازم، بيامن خطوطه جدا، استبعد الخبرات، يعني كان ابرز اللعيبه كان بيستبعد دايما محمد اوناجم، وكان بيستبعد زهير المترجي واحد من افضل اللاعبين، كان بيعتمد على لعيبه زي سيف بوهره، وكان بيعتمد في الناحيه الثانيه على بوسوفيان، كان مغير شكل الفريق تماما، كان بيلعب بلعيبه جه يعني. وده يمكن لما نيجي نتكلم عن التاثير اللي عمله فاندنبروك هنتكلم ان هو الوقت قليل او الوقت قصير، ولكن هو بصمته واضحه، يعني يمكن الراجل تولى تدريب الفريق حتى الان في 5 مباريات قدر يفوز في 3 ويتعادل في مباراتين، التعادل كان امام صن داونز. الوجه اللي ظهر عليه الوداد خاصه في مباراه العوده امام صن داونز يقول لك قد ايه بصمه فاندنبروك على فريق الوداد بصمه كبيره جدا. يمكن اللي ناس كتير ما تعرفوش ان جمهور الوداد اصلا كان بيطالب بقاله فتره
بالتعاقد مع فاندنبروك. فاندنبروك كان ليه تجربه مع الجيش الملكي المغربي وقدر يفوز معاهم بكاس العرش ورحل بعدها لتدريب ابها السعودي. وفي الوقت ده كان في مطالبات كبيره جدا من الجمهور الوداد بالتعاقد مع البلجيكي فاندنبروك. اللي عمله فاندنبروك في الاداء وفي الصوره مغاير تماما للي كان عليه الوداد مع جاريدو. يمكن شفنا ابرز لقاء الوداد وسيمبا في المغرب بالحضور الجماهيري الكبير، وكان سيمبا عامل مباراه واتكلمنا هنا عنها، كان عامل مباراه كبيره جدا وكان الاقرب للتأهيل بالظبط واضاع فرص خطيره جدا. ويمكن الوداد استغل خطا ساذج من حارس مرمى سيمبا وصعد او قدر ان هو يحرز هدف ويذهب لسيناريو ركلات الجزاء. صحيح الوداد استفاد من عامل الهدف خارج الارض بهدفين في مباراته امام صن داونز، ولكن يحسب للوداد ان هو قدر يجاري فريق كبير كان كل الفرق القاره بتعمل له حساب خاصه الموسم دوت وهو صن داونز، وقدر يخرج ببطاقه الصعود من بريتوريا طبعا ومن جنوب افريقيا. فالشكل اللي عليه الوداد حاليا شكل مغاير تماما، والدليل على كده رده الفعل في كل هدف احرزه صن داونز. صن داونز لما تقدم على الوداد في جنوب افريقيا كان ممكن ينهار اي فريق، ينهار نفسيا وينهار بدنيا ويبدا سيناريو الخساره بنتيجه كبيره يسيطر على اللعيبه وعلى المدير الفني. ده السيناريو اللي يتمناه صن داونز في اي ماتش بالظبط، يعني فكره انه يتقدم على ارضه في وسط جمهوره بالزبط. اكيد اي فريق هيندفع وهيسيب المساحه حات ورا اللي ممكن او اللي اكيد صن داونز واحد من افضل الفرق اللي تجيد استغلال وده المساحات. وده احنا لازم نروح له في مباراتنا مع الوداد، والحاجات اللي لازم ندرسها ونقف عندها كويس جدا رده الفعل بتاعه فريق الوداد. رده فعل الوداد مع فاندنبروك مختلفه تماما، حتى في مباريات الدوري مباراه الكاس قدر يفوز في مباراتين في الدوري، قدر يفوز على المغرب التطواني في المباراه الاخيره والدفاع الحسني الجديدي، وقدر كمان يفوز على شباب المحمديه ثلاث مباريات فاز فيهم فاندنبروك مع الوداد في مباراتين في الدوري ومباراه في الكاس، وقدر يتعادل مع صن داونز بالشكل اللي احنا قلنا عليه وجه مغاير تماما، ردة فعل مختلفة وردة فعل كبيرة تحسب لفريق الوداد، وتبين ان فريق الوداد اصبح ليه شخصية كبيرة جدا على ارض الملعب امام الكبار. طيب هروح لمستر كولر، الرجل يعلم تماما انه اللقاء ده او اللقاءين دول هم اهم لقاءين على مستوى طبعاً الموسم، وفي مواجهة مدير فني ليه خبرة افريقية. خد بالك انه الرجل ده اشتغل في افريقيا كتير. ومش بس اشتغل في افريقيا، انا عملت معاه حوار لما كان ماسك الجيش الملكي هنا في السادسه، ده حافظ الاهلي وواجه الاهلي بالمناسبه مع سيمبا وقدر يفوز على النادي الاهلي وعارف لعيبته وحافظ مفاتيح لعبه. يعني هو يمكن جديد في الوداد لكن مش جديد في افريقيا، ويمكن جديد في الوداد لكن مش جديد على الاهلي، ومش جديد على المغرب كمان، ومش جديد على المغرب طبعا. فبالتالي بالنسبه له من يراهن على انه في الوداد مدير فني جديد ده ما رهان خسران، هي دي القصة. ازاي هيفكر سفين فاندنبروك في مواجهة مارسيل كولر في مباراة الذهاب بداية يا احمد؟ وهل من الممكن او شايف انت من وجهة نظرك انه نتيجة بكرة قد تكون حاسمة، ولا في جميع الاحوال وايا كانت النتيجة ستحسم في مباراة العودة في كازابلانكا؟ لا طبعا، هي مباراة العودة هي اللي هتحسم مين هيكسب البطولة او اللقب، لان بشوف ان المباراة ديت او المباراتين ده الشوط الاول في القاهرة والشوط الثاني هيتلعب في المغرب، واعتقد الشوط الثاني بتاع المغرب هيبقى صعب جدا. فاحنا لازم نحسم الموضوع صعب كله. صعب علينا ولا صعب عليهم؟ صعب على الاثنين. هو مفيش حاجه صعبه على النادي الاهلي طبعا. مع مستر كولر انا بثق فيهم جدا، لان احنا شايفين مستر كولر مع النادي الاهلي كل مباراه في تصاعد كبير جدا لغايه لما وصلنا تقريبا اعلى فترات الفنيه للنادي الاهلي الفتره الاخيره. فشايف ان الشوط الاول لازم المباراه او انت تروح المغرب وانت مرتاح سواء نتيجه، حتى تروح اللعيبه تروح مرتاحه طبعا وعندها ثقه كبيره جدا. مفهوم او قريبين من فكر كولر، هسيبك تكلمني عنه، لكن ازاي بيفكر كمان فاندنبروك في اللقاء؟ هل جاي يلعب جيم دفاعي؟ هل هيلعب او هيكون هيكتفي بانه يكون رد الفعل، ولا متوقع انه رسم سيناريو المفاجاه للاهلي في ملعبه على ملعبه في القاهره؟ ما اعتقدش ان هو يهاجم النادي الاهلي على ملعبه، لان هو عارف اكيد ان هو حافظ النادي الاهلي تماما، لعب قدام الاهلي فعلا زي ما انت قلت احمد امام هو كان ماسك سيمبا التنزاني، هيبقى عارف ان النادي الاهلي جاي متعطش جدا المكسب قدام جماهيره والساعه الكامله كلها. فاعتقد هو هيلعب بالطريقه اللي نفس لعب بيها قدام صن داونز في مباراه العوده 4-3-3، لان هو هيحاول يضيق المساحات على النادي الاهلي ويلعب دايما من نص ملعبه عشان يحاول يلعب على الهجمات المرتده ويخطف. وطبعا نقطه قوته نيجي نتكلم ده بالتفصيل فنيا، اهم نقطه قوه في فريق الوداد المغربي هي الكرات الثابته، وده اللي حصل في مباراه الهدفين صن داونز هدفين ما كانوش كرات ثابته، بس في كره ثابته الجون الثاني كره ثابته
اللي هو حطها في نفسه يمكن كره ثانيه جول ثاني كره ثابته في نفس الكره ثم ابتدى تقول ان الاثنين يتفقوا في ان هم عرضيات بالظبط يعني هم مميزين بالكرات الثابته العرضيات المتحركه يعني. الحاجتين دول فده احنا هنيجي نتكلم عليهم يعني فنيا بالتفصيل في توفيق برضو فيها طبعا الاون جول يعني لا كان وفي... كواني تقريبا اللي حط الكره بالظبط ده حاططها ولا اجل حربه بصراحه يعني حتى هو الكاميرا جت عليه كده تحس ان هو اتخض يعني صدم. فانا عايز اقول ان هم متميزين طبعا شمال افريقيا مميزين اصلا في الكرات العرضيه لكن الوداد المغربي باين جدا ان هم اللعبه دي متمرنين عليها جدا لان عندهم يحيى عطيه الله ده مميز جدا في الكرات مميز جدا وبيلعب الكرات الثابته بنفس طريقه علي معلول لو شفنا الهدف اللي احرزه النادي الاهلي في سان داونز في جنوب افريقيا بتاع علي معلول لما كان مستر فايلر ماسك النادي الاهلي هم تقريبا نفس الاوفر بالظبط اترفع في الهدف الثاني فرات صندوق بس فعلا هو حطها في نفسه يعني فبشوف ان يحيى عطيه الله مدرسه شمال افريقيا في الكرات الثابته والكرات العرضيه دايما طول من زمان يعني يعني تونس والمغرب الحقيقه الاثنين مميزين جدا فيها طبعا فانا بشوف ان طبعا ان هو هيضيق المساحات على النادي الاهلي جدا لان مش هيحاول ما يديش مساحه للنادي الاهلي ما اعتقدش ان هو هيقدر يهاجم النادي الاهلي تماما لان هو لو فكر يعمل او يهاجم النادي الاهلي اعتقد المباراه هتحسب في الشوط الاولاني النادي الاهلي وده طبعا يبقى ميزه لينا جدا لكن هو من الذكاء بتاعه ان هو مش هيقدر يهاجم النادي الاهلي خاصه ان هو بيلعب على ملعبه وعارف النادي الاهلي هينزل عايز يحقق نتيجه ايجابيه ونتيجه مطمنه لجماهيره فاعتقد ان هو هيلعب بطريقه متوازنه لكن بتميل اكتر للدفاع وتدير مساحه على النادي الاهلي وان هو يقفل مفاتيح اللعب اللي هو اعتقد مذاكرها كويس وانا شايف ان هو من المدربين اللي بيذاكروا الخصم كويس جدا لان سان داونز من الفرق اللي كانت دايما بتلعب من العمق وهو كان قافل العمق تماما لان سان داونز اهم ميزه فيهم كانت العمق هو ده عمل الموضوع ده مع فريق سان داونز وسان داونز بمناسبه سان داونز الفريقين اللي قدروا يوقفوا سان داونز هو الوداد المغربي والهلال السوداني فدي من الحاجات اللي خلت ان المساحات اللي بيضيقوها على سان داونز والفريق اللي بيلعب كره زي النادي الاهلي وسان داونز اكتر حاجه تتعبهم ان هم يضيقوا المساحات عليهم فبشوف ان دي الطريقه النسبه كبيره هيلعب بيها قدام النادي الاهلي مستر كولر بالنسبه لي انا شايف ان هو هيلعب برده بطريقته المعتاده 4-3-3 ودي الطريقه اللي بقاله فتره كبيره بيلعب على الاهلي وناجحه تماما لكن هنا هيتوقف حمدي فتحي هيكون متواجد ولا لا لان حمدي فتحي من اللعيبه المهمه جدا في طريقه مستر كولر احنا شايفين حمدي بيشارك في التمرين ويمكن ظهر في الشاشه من دقائق لكن مدى جاهزيته هل مستر كولر يفكر يبدا بيه يحط ورقه معاه على الدكه تحسبا ل يعني سير المباراه بشكل او باخر دي قصه طبعا ما حدش يعني لازم ندخل في دماغ مستر كولر عشان نعرف بيفكر ازاي في نص الملعب لكن تعالوا نقرا يمكن احمد قال 4-3-3 هي الطريقه الاقرب لفكر وعقل مستر كولر بكره خصوصا انها الطريقه اللي لعبنا بيها وقدمنا نتاج. اقوى صح. عروض واحسن نتائج للاهلي في الفتره الاخيره تعالوا نقرا قبل ما نتكلم على مفاتيح اللعب مواطن القوه في الفرقتين مواطن الضعف في او نقاط الضعف في فريق الوداد تعالوا نقرا كده الطريقه والتشكيل الامثل للاهلي بكره بلال يعني يمكن التشكيل الامثل مارسيل كولر عودنا ان هو دايما ما بيلعبش في القوام الاساسي للفريق طبعا اضطرار غياب محمد الشناوي ده غياب اضطراري وعايزين نطمن الجمهور فيما يتعلق بمصطفى شوبير احنا كان عندنا امير عبد الحميد في 2008 ما كانش بيشارك خالص وقت هروب عصام الحضري شارك امير عبد الحميد وقدر النادي الاهلي في الموسم دوت يفوز على القطن الكاميروني يمكن في النهائي وحصد الأبطال. النادي الاهلي البطوله عندنا يوسف مطيع نفسه حارس مرمى الوداد المغربي ليه قصه شهيره في 2019 لما اعتزل كره القدم ورجع بعدها ولعب في عده انديه مغربيه ثم انتقل للوداد وانضم لمنتخب المغرب من الاثنين اللاعبين المحليين اللي في قائمه منتخب المغرب بالمناسبه يوسف مطيع الحارس فكل دي نماذج ملهمه تقول لك ان شاء الله مصطفى شوبير هيكون قد المسؤوليه في حاله مشاركته او في حاله مشاركه ان شاء الله علي لطفي يمكن هم عندهم موهبه حراسه المرمى تفرق بس خبرات الشناوي لانه شارك في مباريات كبيره ولكن المواعيد الكبرى دايما بتكون مناسبه جدا لميلاد النجوم الصغيره في السن وان شاء الله يكون مصطفى شوبير على قد المسؤوليه طبعا خط الدفاع الحمد لله بيكتمل عندنا الرباعي علي معلول محمد عبد المنعم اعتقد ان مارسيل كولر هيميل في مباراه القاهره للبدء بمحمود متولي على حساب ياسر ابراهيم وهيعكسها في مباراه العوده ده قراءه تخيلي لتفكير مارسيل كولر ويمكن يفاجئنا ويمكن يفاجئنا بياسر محمد هاني طبعا الثلاثي اللي وسط الملعب كده لا غنى عن اليو ديانج ومروان عطيه الثالث هيبقى
في حاله تاكد جاهزيه حمدي فتحي اللي بيعتمد عليه جدا 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 مارسيل كولر، اكتر من 50% من شغل مارسيل كولر الهجومي اصبح يعتمد على وجود حمدي فتحي اللي بيدخل كتاني لمنطقه الجزاء وبيشغل دايما المدافعين سواء بالتسجيل او بالصناعه، او ان هو زي ما حصل في مباراه انبي اتلم عليه اثنين مدافعين فضل محمد شريف. اه بالظبط، في حاله عدم تاكد جاهزيه حمدي هيكون البديل لحمدي فتحي هو عمرو السوليه، وبالتالي هنا هتختلف الادوار وهيختلف التوظيف وطريقه اللعب. على الطرفين طبعا هيبقى موجود على الطرف الشمال حسين الشحات اللي ليه مناسبه وليه ذكرى جيده جدا مع يحيى عطيه الله طبعاً. اللاعب الكويس جدا احنا مش بنقلل منه، أيوة ولكن أيوة. تفوق نفسي ومعنوي في لقطه الهدف اللي احرزه حسين طبعاً. الشحات واحد من اجمل اهداف حسين الشحات في مسيرته، واحد من اجمل اهداف الاهلي في مباراه الصبح طبعا. كانت اللقطه الشهيره بينه وبين يحيى عطيه الله، فده هيدي باس من ديانج لحسين هيدي عليها جدا، فده هيدي ده هيدي تفوق نفسي كبير جدا لحسين الشحات في المواجهات الفرديه مع يحيى عطيه الله. في الجانب الاخر بيرسي تاو اللي بيعيش واحده من افضل الشحات هيلعب الناحيه الثانيه دي، لان الشحات وقتها كان بيلعب جناح يمين. أيوة التوظيف الجديد لحسين الشحات وهو اللي راح، لانه في انا فاكر الهجمه دي كان الوداد ضاغط فاللي قدر يرجع يغطي يقدر يغطي يحيى عطيه الله. بالمناسبه اللي هيلعب على حسين الشحات في الجهه اليمنى ايوب العلمود، لاعب جيد جدا 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 مفتاح. طب انا هتكلم على هتكلم على المواجهات الثنائيه، انت بتدفع على بيرسي تاو والشحات وكهرباء بالظبط مصطفى. طبعا طريقه اللعب المعتاده مع مستر كولر 4-3-3، هيلعب في حراسه المرمى يعني اعتقد سواء علي لطفي او مصطفى شوبير، يعني كلهم جادرين بحراسه مرمى النادي الاهلي، وان شاء الله يعني يبقى يقدموا مباراه كبيره. متفق مع بلال في التشكيل يعني، ولا في مراكز شايف انها ممكن تبقى مختلفه او يعني اسماء ممكن لا تبقى؟ هو تقريبا التشكيل المعتاد، بس ممكن يعني حتى محمود متولي اعتقد هو ممكن يبدا فعلا في مباراه الذهاب، لان هو يعني محمود متولي بيعتمد عليه في الكرات الطوليه اللي خلف المدافعين، ودي عملها في مباراه اللي فاتت مع حسين الشحات، فاعتقد هو هيكررها تاني، ان دي اصلا باينه جدا ان هو بيتمرن عليه محمود متولي، ان هو عنده الميزه وعنده الامكانيه اللي هو يلعب الثرو باص الطويل ده بالمقاس للاعيب النادي الاهلي او للمهاجمين يعني. فالتشكيل المعتاد هو انا يعني مش اتفق مع بلال فيه. طيب اروح للوداد، وخصوصا النهارده يمكن نتاكد غياب عبد الله حيمودي عن لعيب مهم جدا، اتمنى له السلامه مره ثانيه. طبعا لعيب مهم، واحد من اكثر اللعيبه المتالقه في الفتره الاخيره في الوداد. تشكيله الطريقه، وهل ممكن غياب عبد الله يفرض على زين فاندنبروك انه يلعب بطريقه مختلفه او اسم باسم او لاعب بلاعب؟ خلينا نقول ان اصلا عبد الله حيمود ما كانش بيشارك مع جاريدو، كان جلال الدين الدودي هو دايما المحور الارتكاز اللي بيعتمد عليه جاريدو مع يحيى جبران. فان اعتقد بعد تاكد غياب عبد الله الحيمود هيلجا فاندنبروك لجلال الدين الدودي اللي بيعمل دور مهم جدا، بينزل بيسقط كتالت بين الاثنين المدافعين، وبيتقدم يحيى جبران ويفتح ناحيه الجهه اليمنى علشان يسمح لايوب العلمود واحد من اهم وابرز مفاتيح لعب الوداد المغربي اللي بيتقدم وبيدخل زي حمدي فتحي ما بيعملها في النادي الاهلي، بيعملها ايوب العلمود مع الوداد، بيدخل داخل منطقه الجزاء بيجي من حته يعني يمكن المدافعين مش واخدين بالهم، وبيقدر انه يسجل من الكرات العرضيه المتحركه اللي مميز فيها جدا الوداد المغربي. فانا اعتقد ان جلال الدين الدودي هيكون هو البديل لعبد الله الحيمود. مفاتيح لعب الوداد معروفه طبعا، احنا عندنا في قلنا يوسف مطيح حارس مرمى جيد جدا وكان ليه دور كبير في صعود الوداد امام سيمبا وامام سان داونز. خط الدفاع طبعا ارسن زولا وامين ابو الفتح اثنين مميزين جدا، وان كان في شكوك حول مشاركه ارسن زولا ولكن يعني بنسبه كبيره هيشارك. عندنا حمزه ايت علال هو ده البديل، او عندنا امين فرحان ايضا بيشارك في مركز المساك في حاله تاكد غياب ارسن زولا. يحيى عطيه الله وايوب العلمود وسط الملعب بيعتمد على الارتكاز المهم جدا اللي عنده قوه بدنيه، واحد غالبا هو اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في البطوله يحيى جبران، لاعب مهم جدا وشخصيه قياديه داخل الملعب يحيى جبران. امامه جلال الدودي ورضا الجعدي، رضا الجعدي لاعب مهم جدا في تشكيل الوداد وبيعتمد عليه بصوره كبيره جدا، اعاده يمكن فاندنبروك للتشكيل الاساسي لما تولى تدريب الوداد. في الناحية اليمنى طبعا محمد أناجم اللي بيدخل وبيعمل التكملة كمهاجم تاني بجوار صامبو، وفي الجهة اليسرى بيبقى موجود طبعا زهير المترجي اللي أحرز الهدفين، وزهير المترجي مميز جدا في التصويب على المرمى. هم عندهم لعيبة كتير مميزة الحقيقة، ولعيبة كتير مصدر خطورة. لو فكرت انك انت تشيل فرقة الوداد يعني توقف مواطن الخطورة فيها، مين اللعيبة اللي تفكر فيهم ومين اللي تكلفه بالمهام دي يا احمد؟
انا شايف ان اونجم ده من اخطر اللعيبه الموجوده في النادي المغربي. انا شايف ان اونجم لعيب مميز جدا، واغلب الهجمات بتاعتهم لان هو مميز في الاوفرات بتاعتهم اللي هم بيعتمدوا عليها الكرات العرضيه، وشايف ان اونجم من اي مكان في الملعب بيعمل الاوفر بتاعه، والاوفر بتاعه دايما بنسبه كبيره بيحرزوا منهم اهداف ان هم متميزين في الكرات العرضيه. فشايف ان علي معلول هيبقى ليه دور مهم جدا، لان اعتقد علي معلول طبعا بما انه ملعب استاد القاهره فاكيد هيبقى واخد واجبات هجوميه، فيضطر هنا تميل عليه لعيب من نص الملعب. اعتقد ان مروان عطيه هيبقى ليه دور مهم جدا في ايقاف محمد نجم. مروان عطيه عنده يعني شغل اكتر من رئه في ان هو يقدر يعمل الدور الهجومي والدور الدفاعي. فاعتقد ان هو هيميل بنسبه كبيره، مستر كولر هيميل مروان عطيه ناحيه اونجم لانه من اخطر اللعيبه جدا. يحيى جبران انا بشايف ان هو كابتن الفريق لعيب مميز جدا، بشوف ان يحيى عطيه الله ده انا بشوف بالنسبه لي لعيب خطر جدا جدا، لان هو غير ان هو متميز في الكرات العرضيه هو بيحط الكرات الثابته ولسه حاطط هدف. تعالوا ناخدها ثنائيات، كيف يتفوق الاهلي في الثنائيات حتى يتمكن من التفوق بشكل جماعي؟ نبتدي، انت قريت مع او ابتدينا بمعلول ونجم زهير مترجي محمد هاني. زهير مترجي محمد هاني يعني مين يتفوق؟ وازاي الاهم ازاي يتفوق؟ زهير مترجي لاعب عنده حلول وعنده مباراه محمد هاني، يعني خد بالك انت اغلب لعبتك بكره المطلوب منها واجبين بالظبط في المقام الاول هجومي طبعا. يعني انت كفه الهجوم بكره بالتاكيد اتقل من الدفاع بالزبط. ودي نقطه في صالحك وفي نفس الوقت نقطه في منتهى الخطوره، ازاي تامن فوز على الوداد وتمنع الوداد انه يستفيد برغبتك في اداء الادوار الهجوميه. فبالتالي هنا كل لعيب هيبقى ليه تكليفات بالتاكيد فيما يتعلق بالادوار الدفاعيه، ازاي تحد من خطوره الوداد، والاهم من ده ازاي تقوم بالادوار الهجوميه اللي رسمها لك مستر مارسيل كولر او الدور اللي هو مكلفك بانك انت تقوم بيه في الملعب. اعتقد محمد هاني بيبقى ليه واجبات دفاعيه، لان بيرسي تاو اصلا من اللعيبه اللي دايما بتبقى واخده واجبات هجوميه عاليه جدا عكس علي معلول، لان هو دايما بيبقى واخد واجبات هجوميه، وحتى حسين الشحات دايما بيدخل للقلب الملعب او ساعات بيخش مهاجم تاني عشان يوسع لعلي معلول. فهنا هنضطر لاعب من نص الملعب زي مران عطيه او اليو دانجي من ناحيه علي معلول عشان يغطي المساحات اللي وراه، لكن محمد هاني هنا بنسبه كبيره هيبقى ثابت، مش هيبقى يعمل نفس الهجوم الكبير جدا زي علي معلول. فده اعتقد ان هو هيقدر يوقف طبعا زهير مترجي، ويعني بشوف ان محمد هاني يعني الزياده الكبيره اللي احنا متخيلين ان هو يعملها غدا ان شاء الله مش هتبقى كبيره قوي، لان عندهم زهير مترجي ده لعيب خطير وعنده امكانيات كبيره جدا، وبس هو انا بشوف ان هو عنده مشكله كبيره ان هو حتى شفنا في مباراه الذهاب والعوده هو بيضيع كتير. يعني هو بيضيع كتير، ودي اعتقد ان شاء الله يفضل يضيع برده في ماتشنا يعني ان شاء الله ما خالص لا يضيع ولا ما يضيعش كده. ان شاء الله سامبو في مواجهه عبد المنعم. سامبو انا مش قادر اقيمه بصراحه، يعني دايما مهاجمين المحترفين الاجانب روس الحربه تحديدا، روس الحربه الافارقه اللي بيلعبوا في المغرب بيبقوا كواليتي بصراحه على اعلى مستوى. سامبو انا مش قادر تختار يعني فيه فعلا. امسك تفاصيله، شايفه ازاي وايه اهم حاجه، ايه اقوى حاجه عنده كراس حربه، وازاي متولي ومنعم لو ابتدوا يعني او ياسر ومنعم لو ابتدوا يقدروا يوقفوه او يمنعوا خطورته. يعني هو سامبو مسته ال وشبهولي كبيره يعني يعني عارف في كده في روس حربه ليهم ستايل التحرك والتمركز. انا اشبهولك بمهاجم لعب في النادي الاهلي ولعب في الدوري المصري، انا بشوف ان سامبو قريب جدا من ستايل لعب جون انتوي يعني نفس طريقه اللعب تقريبا. هو مهاجم تارجت 9 داخل الصندوق، بيعتمد دايما على التحجيز ان هو يقدر يستلم الكره يطلع عليه فريق الوداد في الهجمات او التحولات الهجوميه، مميز جدا في اللعب بالراس، مميز جدا في الكرات القريبه من المرمى، عنده القرار واحد على طول، هو التصويب من اي حته داخل منطقه الجزاء يعني بيلعب برجليه الاثنين، وبيحب جدا ان هو ما بيفكرش يعني الكره ممكن يحط الكره تلاقي الكره عجيبه تلعب بره خالص بعيده خالص، بس هو عنده القرار الاول دايما داخل منطقه الجزاء ان هو يحطها الجون تخدمه ساعات بتصفر عن اهداف، واوقات ثانيه الكره خطورته جوه الصندوق بس خطورته جوه الصندوق وخارج الصندوق لما بيخرج وبيفضل محمد اونجم اللي بيدخل كمهاجم ثاني في حاله تقدم ايوب العلمود اللي بيعمل الزياده اللي اتكلمنا عليها، لان ايوب العلمود مفتاح لعب مهم جدا. تمام هنيجي ده سامبو. لا خلينا في سامبو بس. تمام. مهاري لا في الواحد مهاري. لواحد لا ما يخوفكش انا سريع. اعتقد لا ومش سريع برضه مش يعني هو لاعب الكواليتي بتاعه زي ما قلت لك كلاسيكي مهاجم رقم 9 عنده مميزات جوه الصندوق، ولما بيخرج بره الصندوق بيقدر يشتغل كمحطه للتحضير للي جاي من الخلف، وممكن يعمل كمان التمريره في عمق او في خط دفاع. طيب الفريق عشان اروح للحالات انا هقارن نص ملعب بنص ملعب، يعني مش هاخدها اسم باسم، خلينا نقارن نص ملعب النادي الاهلي ويمكن واحد من مش بس السيزون ده
واحد من اقوى خطوط نص ملعب على مستوى قاره افريقيا، واذا كان في فضل الخط الحقيقه في تطور مستوى النادي الاهلي وقدراته في الفتره الاخيره دفاعيا وهجوميا. هنتكلم عن طفره في ارقام الاهلي يا جماعه السنه دي، في طفره على مستوى الارقام هجوميا ودفاعيا، انا بشوف ده يحسب في المقام الاول لخط النص. طبعا ده مش تقليل من خط ظهر النادي الاهلي اللي عامل طبعا عامل شغل عالمي طبعا طبعا، ومش تقليل من قدرات خط الاهلي الهجومي عموما ايا كان الاسماء اللي بتلعب فيه، لكن بشوف انه يعني التقل كله جاي عندنا في نص الملعب. خط نص الاهلي في خط في مواجهه خط نص فريق الوداد يا احمد. لا طبعا زي ما انت بتقول يا احمد، خط نص الاهلي يتفوق على خط نص الوداد بالرغم من قوه الفريق الوداد المغربي في خط نص، لكن الوداد الاهلي بيمر كل اللعيبه في نص الملعب سواء اليو ديانج ومروان عطيه والسوليه بيمروا بافضل فتراتهم الفنيه حتى بوجود حمدي فتحي ان شاء الله لو كان موجود في مباراه وجاهز 100%. فاعتقد اتمنى انه حمدي بكره يكون جاهز يعني حمدي في مهم جدا في طريقه لعب مستر كولر بالظبط، وقادر يصنع فارق يعني يهمني جدا الملعب، لان كل لعيبه الاهلي كويس. ما تقدرش تقول ان اي اسم في خط النص النادي الاهلي لعيب مش كويس، لكن حمدي في الفتره الاخيره فايق قوي ما شاء الله كان وبيعمل الدور المهاجم الوهمي اللي مستر كولر بيطلبه منه. صحيح يعني اعتقد هو افضل واحد قدم الدور ده يعني بالرغم ان السوليه طبعا ما ننساش ان السوليه يعني رجل النهائيات، عشان برده فاهمين الناس برده تعرف ان السوليه ده لعيب كبير جدا. في فال حلو ان حمدي في فال حسن ايه بقى؟ انه الثنائيه السيتي كسب اليونايتد هذا السيتي فدي تاني بطوله. شوف طول ما السيتي طريقه سالك انا حاسس كده ان الاهلي طريقه سالك ان شاء الله كده. مبروك طبعا إن شاء الله. كبير اوروبا وكبير افريقيا إن شاء الله. النتيجه الطبيعيه انا بحب الكره لما نتقابل في كاس العالم للانديه لما الكره تبتسم انا احب الكره تبقى عادله بصراحه يعني لا هو السيتي السنه دي بصراحه يعني غير اي موسم، وجوارديولا الموسم ده واقعي جدا جدا جدا، ودي سر الفوز بالبطولات مع طبعا الحفاظ على الشكل الجمالي في او خد بالك انه مش هالاند يعني عشان منظومه يعني هو هالاند طبعا اكيد طبعا كان جزء من بازل يعني مفتقد، زي ما انت كنت في فتره من الفترات تتكلم عن انه الاهلي محتاج شكل صح. الدور بتاع هالاند سيبك من الاسماء صح. الدور بتاع راس الحربه اللي قادر بيقوم بيه هالاند مع السيتي، هو حد يقدر يقول ان خيسوس مثلا ما كانش كبير راح الارسنال كان بالمناسبه بقى يعني بالمناسبه احنا عايزين نقول ان دي جزء كبير جدا من واقعيه جوارديولا هذا الموسم وسماعه للاراء اللي طلبت ان جوارديولا لازم ينصاع للراي اللي بيقول ان لازم يكون معاك مهاجم رقم 9. جوارديولا خد نهائي دوري ابطال اوروبا وعنده على الدكه اثنين مهاجمين رقم 9 اجويرو وخيسوس وما استخدمش واحد فيهم صحيح. فجوارديولا السنه دي واقعي جدا انصاع للانتقادات، قدر يستفاد من الاراء اللي كانت بتقول في ناس كتير بتقول لك انه هالاند هو اللي وصل السيتي للشكل لا ده لا طبعا لا يعني طبعا دور. يبقى كلام ليه دور طبعا مهم جزء جدا من جزء من الكل وكمل حاجه كانت ممكن يبقى واستفاد من اللي حواليه واضحه قوي واستفاد من اللي حواليه ولو ما كانش هالاند في السيتي ما كانش قدر يعمل الشغل اللي هو عمله بس خلي بالك يا بلال هو جوارديولا مش من المدربين اللي بينصعوا للجماهير خالص يعني هو جوارديولا اصلا مدرب يعني من كتر ما هو يعني مبدع في كره القدم هو دايما بيديله افكار هو الوحيد اللي بيفكر فيها على فكره الافكار بتاعته دي احيانا بتنجح كتير جدا لكن هي ممكن تخونه احيانا انت بتبقى كمدرب ترسم سيناريو على فكره في الكوره بترسم سيناريو ممكن السيناريو يخونك هو رسم سيناريو ان هو يلعب من غير مهاجم في المباراه دي أو طبعا ممكن انت بعد المباراه بتشوف لو كان نجحت الفكره دي كنا هنطلع نتكلم ان هو ازاي عمل كده عبقري زي فكره ستونز فهي الفكره بالظبط انا عايز اقول بالظبط فكره ستونز دي انا قعدت في الملعب يعني فكره مهمه جدا فتخيل انت بقى دي لو كان مثلا لا قدر الله حصل تيجي عكسيه دي في الكوره هي دي حلاوه ومتعه الكوره انما هو لا هو كان ممكن انا بشوف ان هو عبقري هو كان في حاجه اكيد شايفها لكن هو مش مقتنع باجويرو وخصوص مستحيل هو عارف قيمتهم كويس جدا لكن هو بيرسم سيناريوهات السيناريو ساعات لا ينجح قوي ويبقى عبقري لا يفشل نقدر نقول لكن هو من السيناريوهات السابقه بالظبط يعني. لكن هو من نوع المدربين انا بشوف ان هم يعني المدربين الجماهير بالنسبه لهم ما بينصعش صحيح نرجع نرجع لمرجعنا نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالسيتي وعندنا ماتش مهم بكره احنا عايزين بس كنت عايز اتكلم سريعا ده اسبوع الحسم هذا الاسبوع هو اسبوع الحسم احنا زي النهارده كده زي النهارده نهائي تشامبيونز ليج سيتي وانتر بعدها على طول ثاني يوم نهائي بطوله تشامبيونز ليج وعندنا نهائي كاس العالم عندنا كمان نهائي كاس العالم ثلاث احداث كبرى مهمه نهائي كاس العالم للشباب لو عدينا بسرعه كده في الجزء المتعلق بخط النص احنا عندنا اكتر اثنين احنا قلنا
يعني الاقرب ان شاء الله لو جاهز هيبقى ديانج حمدي حمدي ومروان مروان او ديانج ومروان والسولاي الناحيه الثانيه هيبقى قندوسي وقفشه مش ماتشهم من البدايه صعب مع كولر لا. بتفكير كولر لا الناحيه الثانيه يحيى جبران ورضا الجعدي مفيش مساحات للمفاجاه في الماتش ده لا مع كولر برضو لا هو واقعي جدا ومايل لتثبيت التشكيل لا هو كولر ملك المفاجآت لكن المباراه دي مفيش مساحه يعني فعلا مفيش يعني الموضوع مش هيخدمك طيب. لو غامرت الكفه الثانيه احنا بس نتكلم سريعا ان وسط الملعب هيتواجد فيه اعلى اثنين ممرر عندهم نسبه تمرير في البطوله جبران يحيى جبران رقم يحيى واحد جبران ياتي بعديه على طول مروان عطيه برغم ان مروان ما شاركش كتير في البطوله زي لكن قدر يوصل لرقم قريب من رقم يحيى جبران في التمرير رضا الجعدي مميز جدا وعندنا قلنا جلال الدين داودي هيبقى الثاني يعوض غياب الحيمود الناحيه الثانيه عندنا اليو ديانج وحمدي فتحي في حاله مشاركتهم التحول الهجومي للنادي الاهلي مع الثلاثي اللي زي ما حضرتك قلت كده وعلى فكره بالمناسبه مش عيب ان احنا نقول ان خط الوسط دايما احنا اتعلمنا في الكوره ان اللي بيمتلك خط الوسط بيمتلك المباراه من زمان يعني احنا كنا نسمع المعلقين القدامى يقول لك اللي بيمتلك خط الوسط بيمتلك المباراه فالنادي الاهلي عن طريق الثلاثي الترحيل اللي بيعمله مروان عطيه في ظهر علي معلول اللي بيرحل ك ك ك ك كجناح كجناح مش كباك وبينزل بيسقط مكانه مروان عطيه وبيدخل حسين الشحات لقلب الملعب زي ما حصلت في مباراه سيراميكا واحرز هدف ده احد التحولات الناحيه الثانيه اليو ديانج بيرحل كجناح كمكان محمد هاني محمد هاني بيكمل كجناح وبيدخل بيرسي تاو للقلب ودي شفناها حصلت كذا مره العرضيات اللي بيعملها علي معلول لما بيتقدم او محمد هاني هيعملها على حمدي فتحي مش على كهربا هو بيلعب على حمدي فتحي علشان حمدي فتحي مميز في الضربات الرأسية او يستفاد منها ان الدفاع يشتت بالخطأ زي ما حصل في مباراة انبي ومباراة الزمالك ومباراة سموحة كل الحاجات ديت قدر يستفاد من التواجد الهجومي لحمدي فتحي فده التحولات اللي بيشتغل عليها مارسيل كولر مع الثلاثي الناحية الثانية زي ما قلنا رضا الجعدي مميز جدا كلاعب عنده كرة وبيكمل داخل منطقة الجزاء عندنا كمان جلال الدودي ويحيى جبران كورتهم عالية جدا فالسيناريو هيبقى معركة كبيرة جدا على أرض الملعب هنشوف ده يمكن لما نستعرض مع حضراتكم الحالات اللي مجهزينها بس نروح بقى للنقطة الأهم انت كل ده تحاول تسيطر عشان تحد من خطورة الوداد وعشان تقدر تكون قادر توصل وتخلق أو تحاصل الوداد في نص ملعبه وتخلق الفرص اللي تمكنك من التسجيل ازاي تعامل خط هجوم نادي الأهلي بيرسي تاو كهربا الشحات اللي انتوا اتفقتوا ان هم ممكن يكونوا الاقرب للبدايه في مواجهه خط ظهر نادي الوداد ومن وراهم يوسف المطيع وهي نقاط الضعف عندهم وهي نقاط الضعف ايضا في حراسه المرمى عند يوسف المطيع مصطفى طبعا بشوف ان اللامركزيه عند لعيبه النادي الاهلي هتبقى هي سلاح النادي الاهلي في المباراه دي يعني اللامركزيه بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات دي مهمه جدا المباراه ديت اعتقد هي كل يعني محتاجه تتلعب يعني ايه انصاف الفرص تمام وجود كهربا ليه مهم جدا ان كهربا من اللعيبه اللي بتعرف تتحرك طبعا في منطقه الجزاء وعنده ميزه ان قلنا بنسجل دايما من انصاف الفرص المباريات الكبيره بيتواجد فيها فاللامركزيه ديت مهمه جدا للعيبه الخط الهجومي ولعيبه نص الملعب اللي بلاد طبعا اتكلم عنه بشوف ان لامركزيه عمرو السوليه ومران عطيه مهمه جدا في المباراه دي حتى في وجود حمدي فتحي مهمه جدا هم عندهم مشكله واضحه جدا يعني في ماتش سيمبا انا هتكلم على اخر ماتشين في دوري الابطال ماتش سيمبا وماتش سان داونز الثلاث اهداف اللي استقبلوهم تدل عن سوء شديد جدا التمركز. في التمركز عند خط الظهر نشوفها في الحالات جدا بالزبط. لما نيجي نتكلم عن الحالات طب يلا نشوف الحالات تبدا الحالات يلا يمكن الحالات واحد بنتفرج عليها وبنسمع بلال واحمد توضح لينا هنا طبعا دي نقاط القوه نتكلم عن نقاط القوه الاول على فريق الوداد المغربي ده الهدف الاول لفريق الوداد المغربي امام صن داونز في مباراه العوده أيوه. بص طبعا بص اللي هو المكان فين رفع منه اوفر من هو اللي حط الجول ده كان لعيب نص ملعب اعتقد جاي من ورا جاي من الخلف جاي من الرقم بالظبط كده فانا غير مراقب على الاطلاق غير مراقب وكمان بص اللاعب اللي رفع الكره طبعا رفعها منين من بعد نص الملعب بشويه نكمل الحاله اللي بعدها ده الهدف الثاني برضو كره ثابته كره ثابته بس كره ثابته خطر يعني محطوطه في ارتفاع قوه مقصوده عايزين نقول حاجه في الحاله بتاعه الهدف الاول مين بقى اللي احرز الهدف الاول للوداد المغربي ايوب العلمود الباك رايت دخل وعمل التكمله دخل تكمل لجوه زي ما كان علي معلول بالظبط ده الهدف الثاني هنا برضو بص كل دي ده طبعا مباراه الاخيره المغرب تطواني بس اخر مباراه ليهم بص طبعا كل الخطوره منهم ده كورنر طبعا مرفوع من الكثافه الهجوميه بص الاغلب الاوفرات دايما من عند مين اونجم هو اللي بيرفع الكرات واحد المغاربه ما بيرفعوش بلالين لا لا يعني لا خالص الموضوع مش يعني الكوره في حته معينه ده جمال الاوفر مدافع صن داونز حطه في نفسه بالظبط أيوة كده صح؟ يعني فيها ثلاث معايير اساسيه واحد مستوى قوه معين بحيث انه
مش مطلوب من اللعيب اللي هيتعامل معاها غير ان هو يغير اتجاهه، يعني مش مطلوب يحط فيها اي صح. قوه يوجه. مش مطلوب يتعزم، هو بس بيغير اتجاهها فتبقى في مستوى قوه معين في ارتفاع منخفض الى حد كبير جدا، في قابليه هنا انها مش بس تبقى ادوار مطلوبه من المهاجمين لكن ممكن كمان المدافعين يبقى في سوء تعامل مع الكره، فبالتالي تبقى فكره الحمد لله احنا عندنا علي معلول في الميزه ديت بيعمل نفس الاوفر بالطريقه دي على فكره فعلا يعني والمكان السبوت اللي بتتوجه ليه الكره العرضيه تبقى دايما في منطقه الخطوره، دايما في المنطقه اللي فيها كثافه عدديه واحد بتبقى صعبه جدا جدا ارتفاعها وقوتها ومكانها على حارس المرمى، وبالتالي اغلبهم ما بيفكروش ان هم يطلعوا يتعاملوا معاها. اتنين بتبقى سهل جدا في وجود الكثافه دي انه اي لاعب قريبه جدا من الجول، فلو ما فيش دقه توجيه يعني لو اللاعب ما عندوش دقه توجيه قرب المسافه بين الكوره او مكان اللي توصل ليه الكوره وبين ثلاث خشبات باي حته هيحطها ممكن تروح بمنتهى السهوله. على فكره عايزين نقول حاجه ان زي ما نقطه قوه الوداد هي الكرات العرضيه كمان اكبر عيب عند الوداد ان الكرات العرضيه بيتضربوا جدا 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 في الكرات العرضيه، تقدر تسجل في مرمى الوداد بسهوله من العرضيات، يعني زي ما هم عندهم نقطه قوه في المناطق الاماميه عندهم مشكله كبيره في المناطق الخلفيه عن طريق العرضيات، وده احنا لازم نشتغل عليه النهارده واعتقد ان احنا نستفاد منه. احنا اتفقنا انه اللامركزيه في خط هجوم النادي الاهلي واحده من عوامل النجاح، الاختراق مع الوداد في وجود بيرسي تاو وحسين الشحات كهربا. من وكهربا طبعا في القلب، من الافضل يكون من الاطراف ولا من الافضل انه يبقى من العمق؟ انا شايف ان من الافضل من على الاطراف، لان احنا نيجي نتكلم في الحالات هنكتشف ان في طبعا بقيه الحالات إن احنا شفنا مناطق القوه دي لسه من نقاط القوه، هنكمل برده لو نجم بص ده كمان نجم تاني برده بيرفع وهتلاقي برده خطوره لأن تانيه ايوب العلمود ونجم بيتحول لظهير وايوب العلمود الظهير بيدخل لجوه يكمل لداخل منطقه الجزاء تمام هنكمل الحالات دي نوريك بس كميه بص هنا بقى نقف عند يحيى عطيه الله بص ده جاي من ناحيه الشمال لا ده متخصص الكرات الثابته القريبه دايما من منطقه الجزاء منطقه 18 هتلاقيه مميز جدا الكره ده بيعلق ولا بيشوف لا ده هيشوطها في الجون بقول لك ده هتحرز هدف ده الجون الثاني لفريق الوداد المغربي ودي مش اول مره يعني ده خطر جدا الحيطه دي واقفه على بعد 10 يارده انا بتهيألي الحيطه دي واقفه بعيد جدا واقفه ازاي اصلا كمان الحيطه دي بعيده جدا ممكن يارده مثلا القوه دي توقفنا هنا عند حاجه مهمه جدا يا احمد ايه هي ان احنا ما ينفعش نعمل اي فاولات قريبه من منطقه الجزاء ان فعلا هو متميز جدا في الكرات الثابته وهنا طبعا ديانج اعتقد هو من يعني من اكتر اللعيبه اللي هو بيعمل دايما اخطاء في الحته دي وشفناه طبعا بالظبط فاحنا في غنى عنها لان طبعا هم خطر في الحته دي هو برضو انت عارف عشان ما شاء الله ديانج قوه في قوه بدنيه كبيره جدا خد بالك في الالتحامات الجسم ده لما يندفع بسرعه بيبقى الى حد كبير اي احتكاك بسيط جدا ما يعني كمان يجب الحذر يعني في عامل في حاجه مهمه جدا لازم نتفاداها في لقاء الذهاب والاياب عامه ونفتكرها كويس جدا التمريرات اللي بتطلع من الخلف عندنا التمريرات الخاطئه يمكن نفتكر هدف زهير المترجي الاول اللي فتح المباراه وانهى على معنى كان تمرير بالظبط كان تمرير فينيسيوس على طول اول ما قلت كده افتكرت فينيسيوس لا احنا عايزين نتكلم عن كانت الهدف بدايته كانت تمريره خاطئه من ياسر ابراهيم من المناطق الخلفيه استغلها على طول زهير المترجي سند وعدل وصوب تصويبه طبعا لا تصد ولا ترد فلازم نتفادى حاجتين زي ما احمد قال الفاولات اللي بتبقى حوالين منطقه الجزاء الحاجه الثانيه ان احنا ما نعملش تمريرات خاطئه وده يمكن عملناه كتير في مباراه الرجاء اللي كانت هنا في القاهره لازم نتفادى تماما المشكله على فكره صامبو ليه دور مهم جدا في الدور ده دايما بيضغط على المدافعين بقوه دي طبعا اعتقد ده مش في اهم ميزه فيه ان هو الضغط المرتفع اللي بيعملوه الوداد المغربي عشان يستغلوا اخطاء المنافس يعني فطبعا هنكمل الكره دي هتكمل ويبقى جول نكمل الحاله اللي بعدها انا عايز بسرعه الحالات عشان انا عايز اروح للسيناريو الربع ساعه الاولى لان نشوف انه ال 15 دي بص هنا بقى نقطه هتبقى مهمه جدا نقطه ضعف سريعا ده نقطه ضعف ده فريق سان داونز ثرو باص اتعمل بص خط مش اوفسايد طبعا خط الخلف بتاع الوداد المغربي كله اتضرب طبعا كله اتضرب مش اول مره ده انا هجيب لك كذا حاله تبين ان انت بتتكلم على اساسا يعني في الكادر اللي قدامنا ده ارسن زولا و 1 2 3 4 5 ويحيى عطيه الله واقفين على الخط مع بعض ومع ذلك اتضربوا اتضربوا بسهوله جدا في باص بص هنكمل بص نفس الكلام بالظبط بص كام لاعب في الوداد المغربي 1 2 دفاع متقدم وبص ودايما كلهم في حاجه باصين على الكوره ايوه بالرغم بص المهاجم بتاع سان داونز هيسرقهم ويروح برضه انفراد الكره هتدخل جون على فكره وهيتلغي دي في مباراه الذهاب اللي اتلغت طبعا 0-0 ده كازابلانكا بالظبط الحاله اللي بعدها نفس الكلام برضه في المباراه الاخيره تماما نفس الحاله بصوا كلهم بيبصوا هي دي نفس اللقطه دي
يعني هنفتكرها كويس اللقطه دي. بص هم نفس كمان برضه سوء التمركز المهاجم بتاع يعني انا متفق طبعا متفق مع بلال واحمد في قصه طبعا الكهرباء يعني هو الاقرب للبدايه لو ان شاء الله جاهز وفت، لكن انا بشوف انه مع خط دفاع الوداد ده شريف ممكن يبقى ليه دور سرعاته والتمركز. شريف واحد يعني شريف مزعج جدا 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 في انه في البوزيشنال العشوائيه اللي عند كهربا في التحرك تخدم النادي الاهلي مع دفاع متقدم زي ده اكتر من لا انا ما اقصدش انه شريف يبدا، انا اقصد انه شريف ليه دور ممكن مهم. يبقى ليه دور مهم جدا لو شارك. لا انا شايف اللي هيبقى ليه دور بعد استعراض الحالات، انا شايف ان اللي هيبقى ليه دور مهم جدا في التمرير هو بيلتكاو، خاصة لحسين الشحات. حسين الشحات يعني حسين هيدخل للعمق كده ويلعب على ضرب مصيادة التسلل، وبيرسي تاو هيبقى ممرر جيد جدا في مباراة زي دي بدخوله لمنطقة الكهرباء او سواء لكهرباء او لحسين. هو بس كمان يعني تاو بيعملها حلوة مع حسين بيظبطها ومع كهرباء على فكرة بالظبط، يعني هو في المثلث ده بالظبط في وكهرباء في لعيبة فاهمة بعضها في الملعب عشان يعني كده بيدوروا على بعض بالظبط. هو في انسجام كبير فعلا في المثلث الهجومي قدام بتاع النادي الاهلي. صحيح الوداد كمان عنده حاجة يا احمد، الوداد عنده الثلاثة اللي في وسط الملعب لعيبة كورة، يعني سواء يحيى جبران او رضا جعدي ما بيفقدوش الكره بسهوله او جلال الدودي الثلاثه، وكان كمان عبد الله الحيمود اللي غاب، الثلاثه لعيبه كوره. فلما يكون عندك لعيب كوره بيحب يحتفظ بالكوره ويمرر كويس قوي سهل تضغط عليه وتغلطه. فالثلاثه انا اعتقد ان هم كمان ما بيأدوش الواجبات الدفاعيه بالشكل لذلك انت لو شفنا حالات كتير جدا للوداد المغربي هتجد ان فراغات كبيره جدا في وسط ملعب دي برضو هنشتغل عليها عن طريق العمق. تمام الحاله اللي انا جبتها لك الاخيره دي يا احمد تبين ازاي الفريق الوداد المغربي اتضرب بالحاجه اللي النادي الاهلي عملها بالظبط، وجايب نفس اللقطه. لو جبنا بس بقيه الحالات بتاعت النادي الاهلي نجيب الحالات بس هتلاقي في لقطه حسين الشحات في هدف بيراميدز لغايه لما يجهزوها يا احمد. تمام بشوف ان الوداد المغربي بيلعبوا على خط واحد، فالفريق المغرب في اخر مباراه ليهم قدام المغرب تطواني في الدوري المغربي قدر يلعب الكره من ورا المدافعين بطريقه يعني طبعا مميزه. فاكر هدف حسين الشحات في بيراميدز الهدف الثاني، وطبعا المهاجم الوهمي اللي هو حمدي فتحي قدر ساعتها يسرق المدافعين ويحرز الهدف ساعتها الثاني. طيب هل الحالات جاهزه معانا ممكن نكملها ربع ساعه؟ ماشي يلا. هنا سوء التمركز ده مباراة العودة برضو يعني دي من ضمن النقط الضعف طبعا سوء التمركز طبعا بتاع فريق الدفاع بتاع سان داون. بص نص الملعب اصلا ما بيرجعش مفيش يعني خالص بص يعني هتلاقي يحيى جبران فقط اللي بيكمل مع الرباعي الدفاعي بالظبط. الكرة اتلعبت طبعا لا هي الكرة دي الكرة الجون ده تحديدا في منتهى السذاجة السذاجة صريحة جدا تبين ان الدفاع المغربي الوداد المغربي الدفاع ضعيف جدا وعنده مشاكل كبيرة جدا، نقطة ضعف كبيرة لازم نستغلها. نكمل الحلقة اللي بعدها ده طبعا الكره الهدف الثاني. هنا بقى الضغط على فريق الوداد المغربي بالهدف الاول لسان داونز، ودي حاجه مهمه جدا اعتقد ان مستر كولر هيعملها غدا ان هو هيضغط من الامام عن طريق عمرو السوليه او حمدي فتحي او مروان عطيه، لان اكيد احنا بنتكلم على ست لاعبين من سان داونز في مواجهه ست لاعبين بالظبط من 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 الوداد في نص ملعب الوداد، والكره مع الوداد المغربي. بص بقى المثلث اللي احنا بنتكلم عليه اهو، بص يحيى جبران ده راس المثلث ورضا الجعدي وكان معاهم كمان عبد الله الحيمود، هم الثلاثه لعيبه كوره هتلاقيهم الثلاثه بيدوروا على بعض بالمناسبه لا هم الثلاثه لعيبه كوره باستحواذ الكوره عايزين يطلعوا بالكوره من تحت بالزبط. الضغط عليهم احرزوا الهدف الاول سان داونز بسهوله جدا يعني استغلوا خطا ودينا الضغط المرتفع اللي بكلم باس تصويبه بالظبط داخل بالظبط. نكمل الحاله اللي بعدها بص دي طبعا قطعت من نومينات وتحرز الهدف الاول. هنا بقى اهم نقطه قوه بالنسبه لي في فريق الوداد المغربي المفاجاه اللي هو شوف ان هو لعب يعني اعتقد هو ما كانش متوقع ان هو يلعب الحارس الاساسي اصلا يوسف المطيع اعتقد صد كام كره في مباراه سان داونز وحتى في المباراه الاخيره هنشوف ان ده حارس كبير. انا شايف ان عنده نقاط ضعف برضو عنده نقاط ضعف لكن تقدر تسجل فيه يعني مش ياسين بونو مثلا مش يعني لا مثلا يعني بونو لا بس عمل مباراه طبعا كبيره جدا سيبيا ما تعرفش ايه قصه اليوروبا ليج معاه هم مشفرين البطوله سبعه ده اتزعلت ولا نهائي صحيح اول مره بيرينو يخسر نهائي فزعلت عليه جدا انا بحب روما عامه وزعلت قوي بمناسبه يعني يوسف المطيع ياسين بونو عمل مباراه كبيره للتاريخ انقذ كرات يعني طبعا. صعبه جدا واحد من افضل حط نفسه ورقبات الجزاء كمان انا اعتقد ان هو
العالم هيفوز بجائزه افضل لاعب افريقي يعني هذا الموسم. يعني افضل لاعب في افريقيا يستحقها عن جداره، مركز رابع كاس العالم، بطوله قاريه مع النادي، ومؤثر في النتيجه هنا ومؤثر في النتيجه هنا. مع احترامنا لمحمد صلاح، لا ياسين بونو يستحقها هذا العام يعني. بس الصده دي بتفكرني بصده بوفون في نهائي بطوله اوروبا مع امام اليوفنتوس، صده فيها رد فعل حارس كبير جدا. يعني هي بس مش باين قوي، لكن الكره دي بالظبط يعني كانت في السكس ياردة، المسافه جدا بين الكره وبينه قريبه جدا، تستدعي ريفلكس ورشاقه ومرونه كبيره جدا عشان تقدر تتصدى للكره، كبيره جدا. هنكمل الحل اللي بعدها. على فكره الرشاقه والمرونه يا جماعه دي واحده من الحاجات اللي احنا بص الكره دي يا احمد يعني باين قد ايه. طبعا شلويلي لف لا استلم الكره بظهره. خليني بس انا عايز اقول لك حاجه، ما اعرفش ده احساسي او وجهه نظري الشخصيه وانتم ممكن تردوا عليا. انا بحس ان جزء كبير جدا من هاجل الربع ساعه ده، انا هختم بالربع ساعه دي، بس انا بحس بجزء كبير جدا من تفوق البرازيل في كره القدم على مستوى المنتخبات وعلى مستوى اللاعبين هي السامبا. السامبا بجد هم بيقولوا عليهم السامبا او عشان هم بلد سامبا، بس هم استبدلوها بالتيكي تاكا بقى دلوقتي. هم عندهم السامبا. احنا اول ما بدانا كانت السامبا، ايوه الابديت بتاعها دلوقتي والتانجو بعد كده، التانجو وبعد كده التيكي تاكا مع جوارديولا. صحيح صحيح. طيب خليني ابدا بربع ساعه. انا الحقيقه بعيدا عن المواجهه الفنيه وفكره الاسماء او الطريقه او التشكيل او فكر الجهاز الفني، انا في دفعه لو خدتها هتفرق معايا كتير قوي. دفعه اسمها استاد القاهرة، دفعة اسمها 50,000 أهلاوي موجودين، دفعة اسمها النادي الأهلي زعيم أفريقيا. أكيد مهما كانت الفرقة كبيرة ومهما كانت عندها شخصية البطل ومهما كانت عندها كل العناصر مكتملة يعني في أفضل حالاتها وهي بتعدي بظروف زي دي، في رهبة للبدايات. إزاي الأهلي يستغل أول ربع ساعة؟ وهل شايفين أنه من الحكمة أنك تبدأ لقاء زي نهائي دوري الأبطال مع فريق الوداد بهدوء بواقعية، ولا تنزل بتقلك في أول ربع ساعة وتحاول تخلص المباراة من أولها؟ طيب يمكن خلينا نقول ان يعني مش هنقول مش من سوء الحظ قوي، ولكن الوداد المغربي متمرس على اللعب امام جمهور. يعني تقريبا كل مباريات الوداد المغربي في المغرب بتبقى بتقام بجمهور، فالوداد المغربي حتى لما شارك في لقاء صن داونز كان ملعب صن داونز مليان الساعه الكامله، ومع ذلك الوداد ما كانش عنده الأهلي غير جماهير الرهبه بالظبط. ما احنا بقى عايزين نوجه رساله لجمهور النادي الاهلي ان عايزين كلنا نبقى على قلب رجل واحد، كلنا نتحد عشان هدف واحد بس، ان انت تأدي دورك كمشجع خلف فريقك في اهم مباراه في الموسم، الفرحه الكبرى. الطلعه بالزبط. مهمه جدا بالظبط يعني الخطه والرهبه اللي بدايه مع صفاره الحكم زي ما اللعيبه هتنزل ده دور من ادوار الجمهور، انك تمثل ضغط كبير على الخصم، خاصه زي ما حضرتك بتقول في اول ربع ساعه تربك الحسابات. يعني لما انت تضغط جامد جدا والنادي الاهلي يسجل هدف مبكر، انا اعتقد انه هيفرق كتير جدا، ولكن لازم يؤخذ في الاعتبار بصوره كبيره جدا ان احنا ما نستقبلش هدف على ملعبنا. لازم لحد بقى ما تتلغي قاعده الهدف خارج الملعب بهدفين، لازم نفضل نحافظ على نظافه شباكنا، لازم خط الدفاع وخط الوسط يساعدوا حارس المرمى اللي هتبقى عنده شويه رهبه. يعني مش عايزين نقول ان هي مش مطلوبه، ولكن هي واقعيا حارس مرمى داخل على نهائي افريقيا في الحضور الجمهوري، لازم خط الدفاع وخط الوسط يشيلوا حارس المرمى شويه لحد ما يقف على رجله تتقل في الملعب، بعدها النادي الاهلي يبدا بالسيناريو اللي رسمه مارسيل كولر. فانت لو سالتني عن اول ربع ساعه، اتمنى اول ربع ساعه نقف على رجلينا، نفرض شخصيتنا، نحاول نحرز هدف، ما نستقبلش هدف. تثق في توقعاتي؟ اثق اثق. انت قلت السيتي وخلاص، من بعد السيتي يعني خدت بالك السيتي دي سهله، السيتي دي سهله. لكن مثلا يعني فكره ان انا اقول الناس كلها تقول لي سان داونز هيلعب نهائي، وانا اقول لهم يا جماعه الوداد فرصه اكبر، وانا بقول قلناها فعلا ان الوداد هيوصل نهائي برده ما كانش متوقع. لكن هقول لك توقعاتي بس مش على الهوا طبعا. انت قولها لنا في الفاصل واحنا نطلع نقولها على الهوا. ابو حميد، الربع ساعه الاولى انطلاقه المباراه، ازاي تستغل عامل الارض والجمهور، وازاي تلخبط حسابات؟ على فكره برده يعني انا بشوف انه فرق الشمال الافريقي صحيح فرق عندها شخصيه البطل، فرق دايما بتنافس وبتوصل، اتعودت انها تلعب قبل نهائي ونهائي دوري ابطال. كلام يشمل بقى الترجي، يشمل النجم الساحلي، يشمل الترجي، يشمل الوداد، مش بتكلم بس على الوداد. بلاحظ دايما انه الفرقه دي لما بتحط فيها هدف مبكر بتوتروا حساباتها كلها بتتلخبط. الفرقه يعني امورها بتختلف. بلال مختلف. لا انا مختلف. عشان الوداد الوداد مع فاندنبروك، انت يمكن كان انا هسيب الكلمه لاحمد، ولكن فاندنبروك في مباراه صن داونز خسران
في الهدفين، يعني استقبل مرمى هدف واقف هادي جدا، وده بي 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 يعني بيدي انطباع للعيبه ان هي ما ترتبكش وما تنهارش وما تفتحش الخطوط، قدرت رد فعل الوداد. عشان كده احنا اتكلمنا في الاول ان اكبر نقاط قوه الوداد هو رد فعله بعد استقباله الهدف، وده عبر عنه الوداد في مباراه سان داونز. احمد، انا شايف ان مفيش مجال لجس النبض في المباراه دي تماما، بالذات ان مباراه الذهاب ديت اعتقد النادي الاهلي لازم يروح يعني يروح مباراه العوده بنتيجه اريحيه كبيره جدا. فشايف ان اول ربع ساعه النادي الاهلي لازم ينزل ضاغط على فريق الوداد المغربي. استاد الرعب، انا بشوف انه استاد الكره ده استاد الرعب، خاصه جمهور الاهلي زي ما انت قلت احمد، جمهور الاهلي غير عكس اي جمهور. جمهور الاهلي وجوده في الملعب، انا اتفرجت على مباراه الرجاء من قلب الملعب، اتفرجت على مباراه الترجي التونسي، اعتقد ايا كان مين في شمال افريقيا بيجي يلعب قدام النادي الاهلي في وسط جمهوره بيعمل له الف حساب. واعتقد وجود النادي الاهلي او ضغطه في بدايه اللقاء، اعتقد السيناريو الافضل بالنسبه لي او اللي انا متوقعه أيوة. النادي الاهلي هيحرز هدف في ربع ساعه. طيب سريعا جدا، البنش في الماتشات اللي من النوع دي من النوع ده ممكن يكون يصنع الفارق. في 11 ضد 11 هيبداوا اللقاء، لكن من الوارد انه دكه في مواجهه دكه هي اللي تكون ليها كلمه الحسم. مش انا عايز اعمل، انا عامل سيناريو انا عامل سيناريو تخيلي كده للقاء. انا اعتقد ان الشوط الاول هيبقى زي شوط نفس الشوط الاول لمباراه او سيناريو اللقاء هيبقى زي الرجاء بالظبط، كمان بتواجد حمدي فتحي اللي اتوقع انه يجلس على دكه البدلاء ويشارك في الشوط الثاني، وده اللي كان حصل في مباراه الرجاء لما نزل وسجل. المباراه اللي زي دي بتبقى متقفله، حسمناها او نجحنا اخيرا بعد معاناه في مباراه الرجاء ان نصل للمرمى بطريقه او اسلوب بره الصندوق، لما مارسيل كولر خلى محمد عبد المنعم يتقدم في اخر دقيقتين من الوقت الضايع في الشوط الاول ويسجل بالظبط. فالمباراه اللي زي دي محتاجه انك تفكر بره الصندوق. فاندن بروك قال تصريح مهم جدا، قال المباراه دي هتحسم بالتفاصيل الصغيره. تمام، وانا بتفق معاه. الاوراق الرابحه على الدكه من وجهه نظرك في الفرقتين يا احمد، ومين ممكن يكون ليه دور لو الامور تعقدت او راحت للشوط الثاني زي ما قال بلال؟ اتفق معاك ان محمد شيف هيبقى ليه دور مهم جدا في المباراه ديت، وشفناه في مباراه كايزر تشيفز الحاجات اللي هي بطريقه لعب الوداد المغربي، ان هو يقدر يسرق فعلا المدافعين بسرعته، وبيتحرك فعلا خلف المدافعين، من افضل المهاجمين في مصر بيتحرك خلف المدافعين. محمد شيف هيبقى ليه دور مهم جدا لو شارك، ان شاء الله هيشارك في اللقاء. واعتقد وجود قفشه لو لا قدر الله النتيجه فضلت يعني في الشوط الاولاني زي ما هي التعادل، اعتقد ان قفشه هيبقى ليه دور مهم جدا مع محمد شريف. وطبعا ما ننساش اذا كان حمدي فتحي موجود او عمرو السوليه، ايا كان مين فيهم هيبدا، اعتقد حمدي فتحي مش هيبدا، هيكون ليه دور، هيبقى ليه دور مهم جدا. وعبد القادر، احمد عبد الله كنت لسه اقول، وعبد القادر طبعا هيبقى ورقه مهمه جدا في الشوط الثاني، حل غير تقليدي لانه عنده المهاره الفرديه، بيمتلك الحلول الفرديه، صح. يقدر يعمل لك ضغط كبير جدا على لعيبه الوداد، لان اي لاعب او اي مدافع بيشوف ان اللاعب عنده مهاره فرديه بيبدا يتراجع امامه علشان ما يتمش مراوغته، وده حل غير تقليدي ممكن يلجا ليه النادي الاهلي في الشوط الثاني. احمد عبد القادر، قوه البنش في قوه الدكه في الوداد بنفس قوه الدكه في الاهلي؟ لا، يعني يمكن عندهم سيف بوهرا ممكن يستخدمه يلجا ليه، عندهم كمان ايمن الحسوني لاعب مهم جدا كان موجود كاساسي مع جاريدو، بقى اصبح من اللاعبين اللي على دكه البدلاء مع فاندن بروك دول، ومؤيد اللافي لاعب مهم جدا الدولي الليبي بيغيب طبعا حميد احداد، هم دول الثلاثه اللي ممكن يلجا ليهم فاندن بروك من على دكه البدلاء. لا اتفق طبعا مع بلال، ان شايف ان سيف بوهارا ده اعتقد اللي هو مهاجم كويس جدا، لسه محرز هدف الاولاني في مكان سامبو لعيب مميز جدا، احرز هدف انا يعني قعدت اتفرج عليه اكتر من مره من كتر ما الهدف ممتع جدا. فاعتقد ان هو مهاجم خطير، حتى درجة ان انا استغربت ان هو اللي ما بيلعبش اساسي، ان هو كورته اعلى من سامبو، لكن هو بيستخدم سامبو طبعا في الضغط العالي جدا، وان هو قوي البنيان، واعتقد كمان في الكرات العرضيه مميز جدا. ان شاء الله بعد ما اقول لكم التوقعات بعد الهوا ما يخلص ان شاء الله. طب بنقول على الهوا؟ طيب توقعات احنا ممكن ناخد توقع. لا توقعات مش مكانها. طب انا اقول توقعات لا مش ماتش، ده مش ماتش تعلن فيه توقعات ابدا، مش لشيء والله، مش انا واثق باذن الله من توقعي، بس هقول ده يعني بعد، هقوله لكم وبعد ان شاء الله المباراه ما تنتهي نتكلم فيه ونحضر عدتنا بقى لمباراه العوده ان شاء الله في كازابلانكا. كل التوفيق لرجالتنا بكره. ثقه ده احساس تحسه من كل الناس وكل جماهير نادي الاهلي، واثقه ومطمنه. اتمنى بس انه واحد رهاني على الروح زي ما قلت في ماتش بكره، واتمنى ان شاء الله ان احنا نقدر نترجم كل الفوارق اللي بتصب في مصلحتنا ومع استغلال عامل الارض وعامل الجمهور عشان نروح لكازابلانكا بفوز مريح يريحنا ان شاء الله ويقربنا كتير جدا 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 من حسم اللقب. بشكر بلال محسن، بشكر احمد مصطفى، نورتونا وشرفتونا وامتعتونا، وكل التوفيق ان شاء الله للاهلي. نحتفل غدا بفوز باذن الله. ان شاء الله هتكلموني برضو؟ ان شاء الله هنكلمك نبارك ان شاء الله باذن الله بعد الهوا نتكلم في موضوع التوقعات. بشكركم على المتابعه، بكره حلقه المباراه في السادسه، تحياتي ليكم.